عمش فارة حبيبي ايه الاخرك؟ سمعت يا عم ان انت كنت بتعيط في القناطر يا سيدي. امي يا عم صممت اخرجها واديها في العيد القناطر، وحلفت عليا كمان لازم اتمرجع. اتمرجع؟ اعمل ايه طيب؟ ازعل امي؟ قالت لي يا ابني ما بفرحش غير اما اشوفك قدام عيني بتتمرجع. لا رضا الام واجب برضه تعيش وتتمرجع طبعا. بس انت كنت مختفي فين في العيد؟ انا ما بين الشغل والاستبيان اللي الدكتور طلبه، طبعت 200 سؤال هوزعهم على العيال النهارده. الاستبيان يقول لك ايه بقى؟ اهم ظاهره بتؤرق المجتمع المصري. قعدت اجمع في ظواهر اجمع في ظواهر لغايه ما لقيت نفسي في الاخر غيرت البحث. وعملت ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه اهم حاجه بتفرح المجتمع المصري؟ عندك حق والله. اكيد ما لقيتش حاجه. اركب اركب. يلا بنروح. بقول لك ايه؟ ايه؟ تيجي تتمرجع. لا نزلنا انا بقى. اركب يلا. لا اقعد. كده بقى معناه ان مفيش محاضرات النهارده. هعمل انا بقى في ايه؟ وزع على الاستبيان ده لوحدي بقى. ازيك يا ابو حميد؟ بقول لكم ايه؟ ده استطلاع رأي عايز اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. عدى لكم خمس دقائق. ها؟ اكتب لي ده بقى بسرعه. عايزين اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. هاتولي الواد اللي بيوزع مشروبات هناك ده. اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. مشروبات ايه يا ريس؟ ده استبيان رأي في الجامعه يعني. اسمك آدم أمين عبد الحي، طالب في كلية الآداب قسم اجتماع، وبقالك 8 سنين في الكلية، مش كده؟ مظبوط يا باشا. جيت لنا هنا قبل كده من 3 سنين. اقعد. انت واقف ليه؟ اقعد يا ابني. جيت لنا هنا من الدولة من 3 سنين، كنت عامل خناقة مع واحد أجنبي في شرم الشيخ، صح؟ مظبوط يا باشا. بس يعني الموضوع ان انا كنت بشتغل عنده في المحل عشان مصاريف الدراسه وكده يعني في الصيف. كنت رايح اشتغل على اساس ان انا هشتغل في المطبخ، هو صمم ان انا اقف في الحمام لمجرد ان انا عربي. كان عنصري يعني وكده، كلمه مني وكلمه منه اتخانقنا مع بعض. قمت ضربه وفتح له دماغه. والله يا باشا هو اللي مد ايده الاول. وبعدين الموضوع ده انا خدت فيه براءه ومراته شهدت عليه معايا. كنت بتعمل ايه في المظاهره يا ادم؟ والله يا باشا انا ما كنتش في المظاهره اساسا، انا بس استغليت التجمع وقلت فرصه اوزع الاستبيان بتاعي على الطلبه عشان اخد رايهم في اهم ظاهره بتؤرق المجتمع المصري. هو ده الاستبيان مش كده؟ هو يا باشا فقر وبطاله وفساد ومحسوبيه. يعني دي الحاجات يا باشا اللي انا يعني طلعت بيها من صحابي من الجامعة من على النت، وجايز ابقى غلطان فيها كلها يا باشا. بس مش شايف يا ادم ان كل الحاجات اللي انت متكلم عنها هنا دي سياسة قبل ما تكون اجتماع؟ بس انا ما شفتهاش كده والله. انا عملت اللي الدكتور طلبه مننا، وبعدين حضرتك ممكن تسأله
بعدين يا باشا انا ماليش دعوه بالسياسه خالص والله، ده انا حتى ما بتفرجش على النشر. ده كلام يا راجل؟ في طالب في كليه الاداب قسم اجتماع وما يتفرجش على نشره الاخبار؟ عامل بيها ايه يا باشا يعني؟ بعدين احنا ناس غلابه يعني، بنمشي جنب الحيط ولو في تحت الحيط كنا مشينا فيه. يعني انت مالكش اي نشاط سياسي ولا ميول حزبيه معارضه للحكومه؟ قسما بالله يا باشا لا ليا في السياسه ولا اعرف عنها اي حاجه. ادم امين عبد الحي، تصدق ان انت والطيب يا ادم وابن حلال؟ وانا مصدقك. ادي الملف بتاعك اهو، انا همشيك. الله يخليك يا باشا. سيبك بقى من الكلام ده وتعالى نتكلم كاصحاب. امسك خد سيجاره. تشكر يا باشا ما بدخنش. والله واد راجل، انا من زمان وانا نفسي ابطلها ومش عارف. تشرب شاي؟ شكرا يا باشا. ايوه يا ابني هات واحد شاي هنا بسرعه. والله يا ادم الاستبيان بتاعك ده قلب عليا المواجع فعلا. البلد بقت غريبه قوي. اوعى تكون فاكر ان انا اتولدت هنا في المكتب ده، لا انا زي زيك وبعدي كتير قوي على الشارع وبشوف الناس اللي تعبان واللي مظلوم واللي مقهور، ده غير طبعا اهلي واصحابي وجيراني كلهم عندهم مشاكل. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله يا باشا. سيبك بقى من الهيلمان اللي انا قاعد فيه ده، انا مرتبي ما بيكفينيش لدرجه ان انا فكرت ان انا اسيب الداخليه واروح اشتغل ملحن ولا مطرب، يمكن الف العالم واكسب فلوس كتير. بس ما ينفعش. قول لي يا ادم، في ايه في دماغك بقى عن المشاكل اللي بتقرق المجتمع المصري غير اللي انت كاتبه في الاستبيان ده؟ لا يا باشا هو حلو كده. حلو؟ انت خايف ولا ايه؟ يا ابني انا لو عاوز اخليك تتكلم وانت قاعد كده هخليك تتكلم، لكن انا بقول لك كلمني كاصحاب. الله، انت مش عاوز تصاحبني ولا ايه؟ العفو يا باشا، ازاي يعني؟ احنا نطول. اتكلم. والله يا باشا خدت بالي من حاجه غريبه قوي من كام يوم كده، وانا بحضر الشنطه لاخويا الصغير وهو رايح المدرسه الصبح، جيت احط له كتاب الدين في الشنطه، قال لي لا شيل الكتاب. قلت له ليه يا ابني؟ ده كتاب الدين ومكتوب في الجدول ان انت عندك حصه الدين. قال لي لا ما هو مش مهم. قلت له مش مهم ازاي يا ابني؟ ده كتاب الدين. قال لي لا ما هو اساسا مش في المجموع، وبعدين مدرس العربي بيلغيه ويضم الحصتين على بعض. لقيت كده فجاه يا باشا ان الدين بيتلغي من المدارس، واحنا على ايامنا كانوا بيلغوا حصص الالعاب والموسيقى والرسم، وكل دول يا باشا مجالات ممكن يطلعوا جيل ناجح ويشرف مصر. احنا كده بنقتل المواهب دي كلها، يروحوا فين بقى؟ يقعدوا على القهاوي ولا يروحوا فين؟ وبيطلعوا ما يلاقوش شغل. بصراحة يا باشا النظام ده عايز يتغير كله. النظام عايز يتغير؟ لا يا باشا أعوذ بالله، نظام إيه اللي يتغير؟ أنا أقصد يعني نظام التعليم. مش سيف باشا. ازيك يا شنبيه؟ ازيك يا باشا؟ اتفضل سعادتك، ده الملف أهو. خليك واقف يلا. ده تبع ايه يالا؟ مش تبع حاجة مش. ولما انت مش تبع حاجة يا راح امك، بتوزع منشورات على زمايلك ليه؟ لا والله يا باشا مش منشورات ولا حاجة، ده في الجامعة بس. هو في سوء تفاهم يا سيادة العقيد بعد اذنك، وبعدين انا حققت معاه وهبقى اكتب لسعادتك تقرير. يا سعيد امرك يا باشا. خد يا ادم من الحجز دلوقتي لغايه لما تخلص له اجراءات الخروج. حاضر يا فندم. ولا يا امك اسمها ايه؟ نعم انا سالت. صبر يا باشا، صبر ابراهيم عفيف. ماشي يا ابن صبر. سيف باشا
انا عاوز اقول لسعادتك على حاجه. الواد ده اقل مما تتصور بكتير، وبعدين كل المعلومات والتحريات اللي جات لنا عنه ان ملفه ابيض ونظيف وزي الفل. الله يبيض ايامك يا هشام بيه وينور لك قلبك. انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ في ايه يا هشام بيه؟ العفو يا باشا، اسف. العيال دي ما بتجيش غير بالعنف، العيال عايزين يعملوا فوضى في البلد. مش كلهم سعادتك، مش كلهم. لازم نفرق ما بين البريء اللي اتاخد في الرجلين وما بين المذنب اللي بجد. وما عليك بقى عرفت انه بريء ازاي؟ اولا سعادتك ملفه فاضي ما فيهوش ولا سابقه. ثانيا وده الاهم، ان احساسي الامني اكد لي كده. يا دي احساسك الامني اللي انت فلقتني بيه يا ابني. انت ضابط امن دوله. ما هو عشان انا ضابط امن دوله لازم ادي لنفسي الفرصه اني اقيم الشخص اللي واقف قدامي قبل ما اتخذ ضده اي اجراء. دي اروح ناس سعادتك ولا ايه؟ طالما جه هنا واقف قدامك يبقى حواليه شبهه، ومهمتك كرجل امن انك تتحقق من ده عشان تقدر تحقق الامن والاستقرار للبلد. وهو امن واستقرار البلد ما يتحققوش الا لو عملنا اولادها كانهم مجرمين وحراميه. يا ابني انت مهمتك انك توقف المشكله قبل ما تحصل، مش تستنى لما المشكله تحصل وبعدين تبدا تفكر لها في حل. الامن اهم سلعه في الوقت، ولو فلت الزمام وفقدناه كلنا هنروح في 60 داهيه. البلد دي هتولع في ثانيه. ده شغل امن دوله يا حبيبي. اقول تاني وافهمك ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش داهيه. Now that's exactly what I want. Okay, sir. I'll start immediately. I'd appreciate if you rush the process. You know, time is money. Don't worry, Mr. Richard. I never miss a deadline. You impress me, Nancy. Here's an advance, just to make sure I've got your full attention. Okay, thank you. And I promise you'll have the most beautiful villa in Egypt. Beautiful girls do beautiful things. Thank you. Thanks for your time. المرة دي جت سليمة. المرة الجاية ما اطمنش. ممكن تطبل على دماغك ودماغه. يا باشا احنا ناس غلابه وملناش في السياسه. ما انا عشان كده استدعيتك. عقل ابنك. خليه يركز في مستقبله. بدل ما يتلم عليه شويه عيال صيعه يملوا دماغه بكلام فارغ. حاضر يا باشا، حاضر. اوعد سعادتك ان من هنا ورايح مش هتشوفه هنا تاني ابدا. يا ريت. لاني لو شفته تاني انت مش هتشوفه تاني. نادر، الراجل اللي عندي تسلمه ابنه، خليهم يروحوا. الله يعمل بيتك يا باشا. الله يكرمك ويوسع رزقك. شكرا يا باشا، الله يكرمك، الله يكرمك يا باشا. خش، اتفضل، خش. آدم، آدم يا حبيبي كده. كده يا ابني تخلع قلبك كده يا ادم، ليه كده بس؟ ليه كده يا ابني؟ احكي لي عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ عملوا فيك ايه؟ انا كنت في الجامعه، داخل الجامعه عادي لقيت في مظاهره. الحمد لله على السلامه يا سي ادم. مظاهرات؟ مظاهرات ايه اللي انت تمشي فيها دي؟ احنا من امتى بتوع مظاهرات؟ يا خالي انت مش فاهم حاجه يا خالي. بلا خالي ولا زفت بقى. اهدى بس. استنى انت كمان، عامل لي مناضل بتمشي مظاهرات؟ يابا انت مش مصدقني ليه يابا؟ والله العظيم ثلاثه ما كنت في المظاهره. أنا نبهتك قبل ما تروح الكلية، قلت لك إحنا من سكة والناس بتوع المظاهرات دول من سكة تانية خالص. يا ابني إحنا ماشيين جنب الحيط، كل هدفنا إن إحنا نكسب لقمتنا بعرقنا. قلت لك ده ولا ما قلتلكش؟ يابا أنت مش مصدقني ليه يابا؟ قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لي. ولما أنا قلت لك وسمعت كلامي ما بتعملش بيه ليه؟ ولا عايز تقضي بقية عمرك ورا الشمس؟ يا آدم، يا آدم أبوك بيحبك وخايف على مصلحتك. ما هو قال لك أهو. خالي والله العظيم ثلاثة ما كنت في المظاهرة يا خالي. وانت ايه اللي وداك عندي المظاهرات من اساسه؟ يابا انا مش في الجامعة يابا. انت الجامعة مالها ومال المظاهرات؟ يا ابني الناس بتوع المظاهرات دولت من سكة واحنا من سكة تانية خالص.
جري يا امين، ما تخف على الواد شويه. ما هو ده اللي انت فالحه فيه، خف على الواد يا امين، ما هو كله بسببك. انا امال امي؟ مش انت المسؤوله عن تربيتهم وتوعيتهم؟ اراهنك ان الواد خاب بسببك. الله يسامحك يا امين. ما هو ده اللي انت فالحه فيه. الله يسامحك، تعملي لي عمله وترجعي تقولي لي الله يسامحك. يا بابا صحش كده يا بابا صح. اهدئ، انت بتمددك عليا. هلا انت بتشدني والله. عاد لا اسمع، اذا كنت فاهم انك انت عشان بتصرف في البيت تبقى كمان ليك كلمه هنا. لا انا هنا الكبير اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. اصحى. انا هنا الكبير، انا اللي كلمتي لازم تمشي، واللي مش هيسمع كلمتي اطلع بره البيت. اتفضل بره بره. يا امين حرام عليك. يا ادم انت بره بره. ادم 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 حرام عليك. يا ادم تعالى. راح فين؟ ما تزعلش منه، ده في الاول في الاخر ابوك خايف عليك. هنزل شويه. ادم ادم اطلعي بقى. مش هطلع. ما بحبش حد يشوفني كده. انا مش حد يا ادم. طبعاً حستني. طيب يا حبيبتي، طيب يلا أكلمك بعدين. حبيبتي وحبيبتي دي بقى إيه اللي مصحيها لغاية دلوقتي؟ كلمي مين يا بطة؟ دي 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 ولا ده 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 ده؟ بتكلمي مين يا بطة؟ دي واحدة صاحبتي. بدأنا الموضوع بكده يبقى هتشوفي وش مني زي الزفت. بتكلمي مين يا بت؟ بص بصراحة يا آدم، ده واحد اسمه مرزوق. مين مرزوق ده ولا بيزفت ايه ولا عرفتي فين ده؟ بص يا ادم، انا هحكي لك على كل حاجه، بس اوعدني ان هو يفضل سر ما بيننا. احكي يا ماما، احكي يا حبيبتي، بس احكي بصراحه. عايز يخطبني. كلمه جد؟ طب ولما هو عايز يخطبك بجد بقى ما جاش للبيت قابلنا؟ انا اللي ما كنتش عايزه، كنت مستنيه الوقت المناسب. وامتى بقى روح خالتك الوقت المناسب؟ اللي تشوفه يا ادم. انا عايز اقابل الواد ده. اتفقنا؟ اتفقنا. كبرت يا بنت؟ تتخطبي؟ ها؟ تعالي كمان واحد. حرامي! ألف سلامة عليك يا حبيبي. سلمك. اطمنوا يا جماعة، جت سليمة الحمد لله. أسفين يا دكتور، جبتك على ملا وشك. يعني هو كويس يا دكتور؟ الحمد لله. طبعا إذنكم. كتر خيركم يا جماعة، أنا الحمد لله كويس. يا حبيبي يا ابني، منه لله البعيد، ربنا ينتقم منه أشد انتقام. قادر يا كريم يا رب. هو آدم سابه؟ ده ادعى الاتموت. ربنا يحميك يا آدم، ده أنا ما شفتش في شهامتك وجدعنتك دي حد أبداً. ليه بقى إن شاء الله؟ وعمل إيه يا زلمة اللي أنا عملته؟ ما أنا مسكت الحرامي اديته علقة موت، لولا هو اللي جه أنقذه من إيدي. حصل حصل.
ويا تعويره قدام ده من ايه يا عم بيت؟ ها؟ لا ده انا كنت بحلق وبعدين وقعت على الفازه. حصل. الحمد لله يا صاحبي. ادم ما تخافش عليها جيفارا. مش غريب عليك والله يا ادم. هي دي اخلاق ولاد الكانتري. شكرين على المعلومه يا خواجه. من فضلكم يا جماعه. الدكتور قال الكلام خطر على ادم. تفضلوا. تفضل تصبح على خير. تصبح على خير عايزين ننام. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. الف مليون سلام عليك يا احلى منضل في الدنيا. في ايه بقى؟ انت هتدلعي ولا ايه؟ ان شاء الله يخليك. نعمل ايه بقى؟ ضغط واطي وهبوط ونفس مكروش. يظهر يا ولا العمر خلاص ما بقاش فيه. ما هتشر عليكي ما تقوليش كده. ربنا يديك الصحه وطولة العمر. بعدين مالك محسساني انك كبرت كده؟ امال انا اقول ايه مثلا؟ عارف يا ولا يا ادم اللي مخليني بحبك من وانت في اللفه حنيتك دي ولسانك الحلو. يا بختها ويا هناها اللي هتتجوزك. ربنا يخليك يا مندون. انت بس عشان بتحبيني زياده حبتين كده. بقول لك ايه يا ولا يا ادم، انت مش ناوي تتجوز؟ مفيش يعني واحده عجبتك كده؟ مفيش واحده خبطت قلبك؟ والله في يو. طب ومستني ايه؟ عارفه بقى منضال، انا بقالي 8 سنين بدرس وظروف الشغل وحياه ملخبطه يعني شويه. خلاص توكل على الله واخطبها، وهي لو بتحبك هتستناك. طب انت عارفه مين هي بقى؟ هنا. طب ما انا عارفه يا ولا. يا بنت عارفه. يا واد يا واد اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وعيبكم ده يا جيل يا جديد انكم فاهمين ان احنا مش فاهمين زيكم. طب اعمل ايه؟ ما هي المشكله في عبيد بس واللي خلقك طول ما انا عايشه انت وهنا لبعضيكم. يسمع من بقك ربنا يا عسل انت. امين يا رب. بس انا بصراحه بحب هنا قوي. وانا كمان بحبك يا ادم. اللهم صل على النبي. شوف البيت. بجد هنا؟ وانا والله العظيم بحبك اكتر، وباذن الله باذن الله هخليك اسعد واحده في الدنيا. ايدك يا بيت. هات ايدك يا واد. شوفوا بقى احنا هنقرا فاتحه وهتكون سر بينا لغايه ما نشوف مشكله عمك عبيد دي ايه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب. صراحة يا جماعة موضوع ان انا اسكن انا والعروسة مع عمي في الشقة اتفشكل. ايه؟ يعني هنسكن فين؟ اتفشكل ازاي يا مرزوق؟ اصل انا اخواتي البنات ليهم ورث في الشقة من ابويا. اتخانقوا النهاردة معايا وسخنوا الحاجة عليا. انتوا عارفين بقى المشاكل العائلية ديت ما بتخلصش. انا من الاول مش متفائل بالجوازة دي. ليه بس يا عم امين؟ انا كل غرض يتستر انا وبنتك. يعني ايه؟ الجوازه باظت؟ لا لا سمح الله يا ام ادم. هو كل الموضوع بس ان الترتيب هيتغير. ترتيب ايه ان شاء الله؟ انا اتفقت مع اخواتي البنات وجوازهم انهم يشتروا نصيبي في الشقه. يعني وبالفلوس اللي هاخدها منهم اقدر ادفع خلو رجل واخد شقه اجر قديم. الله، يعني هنسكن لوحدنا يا مرزوق؟ طبعا يا بطه. وانت اقل من اللي بيسكنوا لوحدهم ولا ايه؟ لا ما خضتنا يا عم. الله يا مرزوق. خش جوه بيت. طيب يا ابني، هما اخواتك جاهزين بتمن الشقه دي؟ لا يا عم، معهمش ولا مليم. معهمش ولا مليم؟ هما لا تدفع الخلوه ازاي يا مرزوق؟ ما هو هما هيدخلوا جمعيه مع خالته ام ادم، ولما يقبضوها يدوهاني، واقدر بقى ساعتها اجيب شقه محندقه كده. والباقي عليكم. علينا ازاي يعني؟ يعني انا هجيب الشقه وانتوا شطبوها وافرشوها. وفي عرف مين بقى ده ان شاء الله؟ في عرف الظروف يا خالتي. يا اما هو يقصد يعني نخلي شويه عليه وشويه علينا وهي هتمشي يعني. يا ابني العرف بيقول ان العريس بيجيب الشقه ويفرشها ونص الفرش عليه ونص الفرش علينا. عم امين بس يعني انت عارف الحاله ضنك. هي ضنك عليك لوحدك يا ابني. ما هي ضنك على الكل. على الكبير قبل الصغير. طب يا جماعه انا عندي حل. انا اجيب الشقه واشطبها وانتوا بقى افرشوها. حلو. وانا مش طالب منكم فرش كتير يا جماعه. انتوا هاتوا اوضه نوم ومطبخ. حلو يا ابني. استنى. حلو 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 ايه؟ بيقول لك اوضه النوم والمطبخ.
يابا اوضه النوم انت هتجيبها وانا هجيب المطبخ. وانت هتجيب فلوس المطبخ منين؟ إيه؟ يابا ربك بيرزق يابا، خليها على الله بقى، مشيها يا عم امين. ونعم بالله يا ابني. حلو، ونعم بالله، يبقى نقرا الفتحة. يلا يابا اقرا الفتحة يابا. ما تقرا يابا. امرنا لله. ايه؟ عيب. زغروطة بقى. سمعنا زغروطة صعبة. ولا اقول لك خلي الزغروطة دي عندنا. ديسي اللي يتشك في لسانه، عمال يعاكس هنا في الرايحة والجاية ومحدش قادر ينمه. ديسي. ازاي تروح تضرب الديسي وتكسر المحل بتاعه؟ اما انت غريب قوي يا اخي. وبعدين يا ادم، يا ادم انت كده عملت فضيحه لانا بنتي في الشارع. فضيحت ايه يا عم عبيد؟ انا عملت الصح، الواد بيعاكس انا في الطلعه في النازله، عايز اسكت له يعني؟ وبعدين انت مالك محسس ان انا غريب كده؟ ده البيت جوه البيت يا جدع، واللي مردوش على سامي يا بطه مردوش على هنا. يا اخويا ده على اساس بقى ان ابوها ميت. شوف يا سعاده، انا لو وصلني ان فيه واحد زعل بنتي ولا عاكسها، قسم بالله العظيم اجيب لها حقها تالت ومتن. طب ما انا جبت لها حقها يا سيدي، زعلان ليه بقى؟ مش زعلان ولا حاجه يا ادم، بس اصل الديسي ده حاله خاصه. خاصه؟ خاصه ازاي يعني؟ يعني اصل الديسي وابوه طلبوا هنا. طلبوا هنا؟ طلبوها فين بقى ان شاء الله؟ يعني يطلبوها فين يعني؟ طلبوها للجواز يا سي ادم، ولا المفروض يطلبوها منك انت يعني؟ اما حاجه غريبه قوي يا اخي. الديسي اتجوز هنا؟ اه الديسي هيتجوز هنا؟ ماله الديسي؟ عيبه ايه الديسي؟ على الاقل 100 قدر ومال وهدوم. يا ابني ده جواز، والجواز مسؤوليه محتاج اللي يشيلها. طب و وهنا رايها ايه؟ رايها؟ وانا عندي هنا يبقى رايها؟ هنا طوع ابوه اللي انا اقوله يمشي عليها وحد يحل فوق. وبعدين ده لو انت خايف على مصلحه هنا بجد شجعها على الديسي، مش بتقول انها زي ساميه وبطه؟ قال وبعدين لعلمك احنا خلاص قالنا فتحتها. انا بحب ادم وهتجوزه. حب ايه وكلام فارغ ايه؟ احنا قلنا في الكلام ده يا بت. يا بابا انا لازم اكون فرحانه اني بتجوز، مش مغصوب عليا. احنا عمرنا ما هنغصب عليك يا حبيبه قلب، ده بابا عامل لك قرايه الفاتحه مخصوص عشان تقتنعي بيه وتتعرفوا على بعض. الفاتحه بتاعتكم دي بايظه وما تجوزش. ما تجوزش؟ ما تجوزش ليه ان شاء الله؟ ايوه ما تجوزش لاني مقري فتحتي. يا لهوي مقري فتحتك على مين يا بيت؟ ادم قرا فتحتي مع ستي، يبقى ادم هو اللي احق بيا. وايه الكلام ده يا حماد؟ الشاب جدع وشاه ومحبش يعرفها من ورا اهلها، فجاني وصارحني وقريت معاه فتحه لغايه ما نشوف معاك صرفه. يعني ايه؟ يعني انت قريتي فتحه بنتي من غير ما نعرف؟ ليه؟ هو انا مت ولا كنتش مت وانا مش عارف؟ ولا كنتش انت بقيت ابوها؟ معلش يا اخويا هدي نفسك. مع ازاي اما تعملي كده اما من غير ما تصوري علينا؟ لعلمك يا حمادي انا ولي امر البت دي شرعا وقانونا، والفتحه اللي قريتوها مع الواد الصيع ده ملغيه، ووروني بقى هتنفذوها ازاي. على فكره يا ادم انت اللي فتحتني في موضوعنا مش انا. معلش اعتبريها غلطه. غلطه؟ انت بتعتبر مصارحتنا لبعض بحبنا بعد سكوت سنين غلطه؟ غلطه، لان انا وانت مشينا ورا مشاعرنا واحلامنا ونسينا الحقيقه. حقيقه ايه؟ حقيقه ايه اكتر من ان احنا بنحب بعض؟ حقيقه ان الفقير ملوش حق يحلم لانه اصلا ما بينامش من غربه. انا
كنت فاكرك اقوى من كده. يا ريتك ما صرحتني، يا ريتك ما صرحتني. بعدين ايه يا عم المكان القباه اللي انت جايبنا فيه ده؟ هو انت شويه عندينا ولا ايه يا عم امين؟ وبعدين ده ما هيكونش اخر تعامل بيننا، فانت من هنا ورايح لازم تدلع نفسك. ايه تدلع نفسك دي؟ ايه؟ وهتكون فاكر ان انا اللي هدفع الحساب. لا ما تخافش، اي حساب واي طلبات عندي. المهم جبت بقيه المصلحه؟ ايوه، امال ايه؟ 10,000 جنيه ورق متينات يذبح رقبه الحمامه. عالم. جبت الترخيص؟ جبته. امال ايه؟ اه ادي الترخيص. اه ها هتختمه لنا بكره زي ما اتفقنا. وبكره ليه؟ ما دام انت حليت لي بقى ايه، يبقى انا كمان لازم افرقك. انا جبت الخدمه معايا. الله عليك، الله عليك يا امين يا مترتب. والله العظيم انت راجل 10 على 10. انا طول عمري احب النظام. اه وعلي بوسه كمان. الف مبروك. مبروك. فرحان؟ ها؟ لا 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 سجاير. لا احنا اتفقنا ياخد بطه، مفيش سجاير، مش هيلمسها خالص. هنتكلم في ده، هنتكلم. ولا رجع الجهاز؟ لا لا يا عم رجع السجارة. حلو. الف مبروك يا عريس. الف مبروك يا بطه، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. الله يبارك فيكي. عقبالك يا هان. ولا كبرتي يا بطه وبقيتي عروسه. عقبال ما اجيب جهاز ولادك يا رب. عقبالك يا ادم. ان شاء الله قريب. ده بيت امين عبد الحي سلامه؟ ايوه يا باشا. بيقولوا قبض على عم عاملين في رشوة، وكمان ايه جايين يكبسوا عليه عشان يظبطوا الفلوس اللي قبضها. كلام ايه اللي بتقوله ده يا ديس؟ حرام عليك يا جدع، عم امين طول عمره راجل نضيف وسمعته زي الجنيه الدهب. نضيف؟ مش انا اللي بقول يا سمينة، الحكومة اللي بتقول. ولو مش مصدقني روح اسألهم. هدي اخر المشي العاوج والقبض بالايد الشمال، ده بكرة تبقى فضيحتهم بجلاجل. فضيحة بس؟ دي فضيحة بريحة، واللي ما شمش الخبر بكرة هيشم وريحته ومنتنا تبقى في كل مكان. هحمدك يا رب، ده ربنا خلص لك يا ولا طارق يا حبيبي. حبيبي ياما. انت متهم بتقاضي رشوة والتربح من خلال وظيفتك الحكومية يا سيد امين. انا غلبان يا سعادة البيت. انت متصور صوت وصورة وانت بتاخد بقية المبلغ، يعني القضية لبساك لبساك، مفيش داعي للانكار. اخدت الرشوة ولا لا؟ غصب عني يا سعادة البيت، والله غصب عني. الدنيا كانت ملطشة معايا ومش عارف اعيش، كنت مضطر والمضطر بيركب الصعب. مفيش اصعب من فساد الذمم والاخلاق، ولا ايه يا سيد امين؟ عارف عارف والله يا سعادة البيه. انا كنت عايش بما يرضي الله وكافي خيري شري وراضي باللي بيبعته ربنا، بس مش ذنبي. انا ترس في مكنة والمكنة كلها مصدية، يعني كان لازم الصدى يطلني. سعادة البيه انت لو حطيت تفاحة بايظة جوه قفص تفاح سليم، القفص كله هيبوظ ويعفن. شوفوا مين اللي ساب التفاح البايظ جوه القفص لغاية القفص كله ما باظ. يعني انت معترف انك اخدت الرشوة؟ وانا الواحد اللي باخد يا سعادة البيه.
ما البلد كلها بتاخد، من كبيرها لصغيرها بياخد. الكل فاتح الدرج ومستني السبوبه اللي هيرميها له صاحب المصلحه. هو في حد عايش على مرتبه النهارده؟ قبل ما تحاسبونا احنا بيه حاسبوا الكبار، الكبار اللي باعونا برخص التراب وخدوا عمولات بالملايين. ولا هو الغلبان في البلد ده مالوش ظهر؟ هو اللي لازم ينضرب على بطنه لحد ما يموت. ما تكتبش الكلام ده يا ابني. عم امين حاسب على كلامك قبل ما تلبس قضيه تانية غير قضيه الرشوه. ما عادش تفرق معايا يا بيه، انا خلاص رايح في داهيه رايح في داهيه. ازاي عليك النبي، دوروا على راس التعبان واقطعوها، دوروا على الكبار خدوا رموس من قدامنا وسابونا نسال الله في حق الرغيف الحاف، مش لاقيينه، دوروا عليهم خلصوا البلد منهم عشان الغلابه اللي زي حالتنا احنا يعرفوا يعيشوا. محكمه بعد الاطلاع على اوراق ومستندات في قضيه رقم 38 جنايات القاهره، حكمت المحكمه حضوريا على المتهم فتوح محمد هريري والمتهم امين عبد الحي سلامه مرتشي موظف عام، وذلك بالسجن 3 سنوات لكل منهم. بقى مع الإخوة نسمع كده درس ربنا سبحانه وتعالى يكرم نبي إن شاء الله. إن شاء الله. يا شيخ آدم. يا باشا. مش لابس اليونيفورم ليه؟ يونيفورم يا باشا. الجلابية والطاقية والسبحة. ما تأخذنيش يا باشا، مش فاهم حضرتك تقصد ايه. يا ابني عدة الشغل يا غالة. اصل زي ما تقول كده يعني خير اللهم اجعله خير، يعني جات لي كده صورة في المنام وانت لابس فيها ابيض في ابيض، جلابية بيضة وطاقية بيضة وماسك سبحة خضر. بسم الله ما شاء الله عليك زي القمر. وقال ايه؟ داخل مسجد الرحمن في منطقة أبو العيلة، وقابلت كده ناس لابسين أبيض في أبيض، ناس من هم الطيبين دول قاعدين بتخططوا لحاجة، بتتكلموا في حاجة، ناويين على حاجة. بس ساعتها بقى أنا صحيت، معرفش بقى كنت بتتكلموا في إيه. أنا كناش بنقول حاجة يا باشا، أنا كل الحكاية إن أنا اليومين دول تعبان وظروفي ملخبطة معايا، فقلت أنزل أصلي الفجر. بالصدفة هناك قابلت ناس معرفهمش، قالوا لي تعالى أحضر معانا درس الدين. عينك ما تفرقش عيني، كمل. قالوا لي تعالى أحضر معانا درس الدين، قعدت معاهم وحضرت الدرس. كنت محتاج اسمع كلام ربنا يطمني. واطمنت يا روح امك؟ عينك ما تفرقش عيني، ولا خزهم لك؟ ها؟ انت متعود تروح الجامع ده؟ ابدا يا باشا، انا بروح بس في الجمعه والعيد. اشمعنى الجامع ده تحديدا؟ أبويا يا باشا كان معودني من وأنا صغير أروح أصلي في الجامع، زي ما تقول كده يعني كان فرحان بخلفتي عشان أنا الولد الوحيد على بنات، كان بياخدني نروح نصلي في الجامع. كل الحكاية كان نفسه إن ابنه قلبه يتعلق بالجامع كده. حضرتك عندك ابن ونفسك تشوفه كده، نفسك تشوفه قلبه متعلق بالجامعة، مش حضرتك عندك ولاد برضه يا باشا؟ ربنا يخليهم لك.
يا سيف باشا اهدى شوية. الله، ملهاش لازمة العصبية دي كلها. وبعدين انا بقى احساسي بيقول لي ان الواد ده ملوش في اي حاجة. هتقعد تقول لي احساسك مش احساسك؟ يا اخي فلقتني باحساسك ده. بقول لك يا هشام، الواد ده كده شكله مش عاجبني، انا كارهه لله في لله. انا عايزك تريحني وتحط لي الواد ده تحت المراقبة وهفكرك. حاضر سعادتك، بس اهدى، شكله كده حويط وتربية جماعات. عروسه ساعه وجاي لك ان شاء الله. الرصيد خلص. الدومه وعليك قلب يا ابو حميد. بقول لك يا معلم، ما تخليك جدع وتجيب الطلب ده واوصله انا. انت عارف الاستاذ جوهري وانت عارف قرايه فتحتي النهارده، ما تبقاش رخم بقى. حط حاجه. خلاص يا بدر، الف الف مبروك يا حبيب قلبي. عقبالنا يا رب ان شاء الله. الله يسهل له يا عم. حبيب قلبي الله يسهل له. مش عايز حاجه؟ ايه ده؟ 81؟ ده ناقص 80. اللي واخد عقلك يا عم ادم. ماشي يا هانا. استهدى بالله، بس استهدى. في ايه؟ بيقول ايه ده؟ في ايه ده؟ جوزك ده؟ لا لا مش جوزي. معلش استهدى بالله، استهدى. مش جوزي. ويت ويت يا خواجه، ويت ويت. اهدى بس يا عم الخواجه. درينك ايه بس؟ انت متاكده ان ده مش جوزك؟ قلت لك عشاني مش جوزي. طب ده بيت مين؟ ليت مي جست توك تو يو. بتعملي ايه هنا؟ طيب انا مهندسه نيله ديكور، عملت له ديكورات في البيت وكنت جايبه فلوسي. يو اوت يو. Stay. No. Hey, don't. You want to steal my woman? You want to steal my woman? Hey! Yeah.
بقول لك يا ابو الشوق، الراجل ده عايزين نزود له الحاجه شويه، وكلمني في التليفون وزعلان منك جدا وبيقول لي الحاجه طلعت قلة. هو الجدع ده بقى مصري ولا ايه؟ مش هنعرف نضحك عليه تاني يعني؟ وبعدين ما ينفعش نزعله يا شوقي، ده بيدفع بالدولار بصراحه. اه وبيحرق كتير. طبعا ما هو لازم يحرق كتير، انت ما انت شايفه جرم ازاي. بس انت متاكد ان الخواجه قال لك الا؟ ايوه يا عم قال لي الا. ايه ده، ده الباب مفتوح. الزار بتمطر بيتزا كمان. اه صحيح. خواجة ريتشر، خواجة، ايه ده؟ ايه اللي بهدل الدنيا هنا كده يا شوقي؟ مش عرفني، انا مش كنت معاك. الحق نهار ازرق. يلا بينا بسرعة يا شوقي، الحكومة جاية يا شوقي. بس اثبت. بقولك ايه، الخواجة ده كان معكمهم. معكمهم ايه ومهبب ايه؟ بقولك الحكومة جاية، يلا بينا يا شوقي. الله يخليك. حط صوتك، دي فرصتنا وجت لغاية عندنا. بقولك ايه، الموقف ده عايز رجولة، عايز قلب ميت يا شوقي. اسمع اللي بقولك عليه، انا عايزك تلم الدنيا اللي هنا وانا هطلع واشوف فيه ايه فوق. طب يلا خلصني بسرعة. يلا يا شوقي استر هارب. مين الشاب ده؟ ومين اللي ضربه بالرصاص؟ ودخلك انت ايه في الحكاية دي يا نانسي؟ تمام يا فندم، اتفضل سيادتك. طب روح انت. تمام يا فندم. يا باشا، احنا بعتنا نفرغ كل الاسماء اللي على تليفونه، وبعتنا كمان للشهود. اول ما نوصل لحاجه هنبلغ سعادتك. تمام سعادتك. اكدت مصادرنا مقتل مواطن امريكي في شقته على ايدي مجهولين، وقد ابدت السفاره الامريكيه استياءها من الواقعه، وطلبت السلطات المصريه بسرعه البحث والقبض على الجناة. ده كده الحكاية وسعت قوي. وقد أفادت الأدلة الأولية بأن المشتبه به شاب يعمل في توصيل الطلبات بمحل للوجبات السريعة، ومن الواضح أن القتل كان بدافع السرقة، ويتضح ذلك من العبث الواضح بالأدراك في جميع أنحاء الشقة وجاري البحث للقبض على الجاني. (تصفيق)
الراجل مات. انا كنت حاسس. اهدى اهدى يا اهدى. اهدى ايه؟ انا بقيت قاتل. انت كنت بتدافع عنها وعن نفسك. حضرتك انا غلبان ومش هصدقوني. انا هشهد معاك، انت ما عملتش حاجه، انت كنت بتدافع عني. ما حدش هيصدقك، ده امريكاني. ما تخافش يا حبيبي، البلد فيها قانون. ما قلقش. ايه قانون ايه؟ طمن يا ابني، احنا معاك. انت شاب شهم وشجاع، ولو وصلت ان انا اقول ان انا اللي قتلت هقول كده. انا لا يمكن اتخلى عنك. قولي لي يا ناسي، انت ايه اللي وداك عنده ليله الجريمه؟ مفيش، انا مهندس. نانسي ممكن تقلع النضاره لو سمحتي؟ ها قولي لي بقى، ايه اللي وداك عنده ليله الجريمه؟ انا مهندسه ديكور، وكنت رايحه اخد منه اخر دفعه فلوس ليا عن شغل عملته له لفيلته الجديده. رحت له الساعه كام بالظبط؟ حوالي 7:30 8. وقعدت عنده قد ايه؟ مش كتير، تقريبا ربع ساعه. اخدت فلوسي ووراني شويه اكسسوارز للفيلا الجديده ومشيت على طول. طيب ما لفتش نظرك حاجه غريبه؟ لا. يعني وانت خارجه من الباب ما لمحتيش فيسبا توصيل طلبات للمنازل واقفه قدام الباب؟ لا ما خدتش بالي، مركزتش يعني. مركزتيش يعني. ماشي يا انسه. مش انسه برضو ولا انا مش واخد بالي؟ شكلك زعلان عليه قوي، واضح انه كان غالي عليكي. هو مين ده؟ ريتشارد. طبيعي انت لو تعرف انسان حتى لو لفتره قصيره ومات هتزعل عليه، خصوصا لو كانت قتل. ماشي ماشي يا نانسي. اتفضلوا. الشهود دول كلهم بقى كده بربطة المعلم مالهمش اي لازمة. احنا قدام لغز كبير، وحل اللغز ده في ايد اتنين مالهمش تالت. ادم عبد الحي وشريكه صاحب البصمة المجهولة. ادم عبد الحي كده كده معانا، وخصوصا لما اترفعت البصمات من مسرح الجريمة طلعت مطابقة تماما لبصمات ادم عبد الحي. يعني كان موجود ساعتها، وده اكبر دليل. تمام يا باشا، انا حاسس ان احنا وصلنا لمعلومات مهمه جدا. ايوه بس في تقرير هنا بيقول انهم لقوا طلقه مدممه مستقره في الباب من فصيله غير فصيله المجني عليه، وده معناه ان الجاني او حد من اللي كانوا معاه اخذ طلقه وتعور. هشام بيه، شيء طبيعي ان الراجل الامريكاني لما حاولوا يقتلوه كان بيدافع عن نفسه. ايوه باشا، بس فيه تقرير هنا تاني بيقول ان كل الاسلحة المستعملة في الجريمة ملك للمجني عليه، بدليل انهم لقوا رخصهم والذخيرة بتاعتهم في الدولاب عنده. عايز توصل ليه؟ عايز اقول يا باشا ان مفيش حد هيدخل بغرض السرقة ومعهوش حتة سلاح صغير يدافع بيه عن نفسه ولا يهدد بيه لما يتمسك او اي حاجة. تمام يا سيف بيه، ده حتى من باب التأمين اهو. هو ادم عبد الحي، واضح ان الواد ده محترف. هتلاقي الواد ده هشام بيه راقب الراجل الامريكاني بين اسبوع او 10 ايام، وبعدين الواد مش لوحده، اكيد مع عصابه طبعا. عرفوا تفاصيل الراجل الامريكاني وعرفوا انه غاوي مقتنيات وعنده اسلحه في بيته، واستولوا على الاسلحه وقتلوا بيها عشان يسرقوا على رواقه ويقطعوا علينا فكره ايه؟ سبق الاصرار والترصد. ده كان في كمان هارد ديسك مع المسروقات متوصل بكاميرات المراقبه علشان يسجل كل حاجه. هدي بقى معلومة مهمة جدا. تفتكر يا شنبي سرق الهارد ديسك ليه؟ أكيد عشان الكاميرات صورت الجريمة بتاعته، فسرق الهارد عشان يمسح كل اللي عليه ويلغي دليل الإدانة. شفت لكم، مفيش غيره، هو آدم عبد الحي صاحب الجريمة اللي احنا فيها دي. مش شرط يا باشا،
بعد اذنك يعني. مش شرط عشان بصماته موجوده في البيت يبقى هو. الله. طب ما نانسي ليها بصمه على اكره الباب والسواق والبواب، كل دول ليهم بصمات في كل حته في البيت، ده غير طبعا صاحب البصمه المجهوله اللي احنا مش عارفين نلاقيه لغايه دلوقتي. ده واضح ان انتوا تعرفوا ادم ده كويس جدا. لا يا باشا، اصل ادم ده حبيب هشام بيه. وارد ان نانسي او البواب او السواق يكون لهم بصمات جوه الشقه لانهم يوميا بيتعاملوا مع المبني عليه، لكن ادم عبد الحي وشريكه يكون لهم بصمات جوه الشقه ليه؟ طب ازاي؟ ايه؟ بيدخلوا الاوردر بالفيس لغايه اوضه النوم؟ جايز. جايز يا سيف بيه. بس على فكره لو كان هو اللي عملها انا مش هرحم. محسن بيه، كل الشهود دول يتحطوا تحت المراقبه، يمكن نوصل من خلالهم لاي خيط يوصلنا لادم عبد الحي. الواد ده لازم يظهر وبمنتهى السرعه. هات لي اهله وحقق لي معاهم، ان شاء الله تجيب لي الجيران. تحت امرك يا باشا. امين مرزوق عبد الله يا فندم. انت بقى مرزوق؟ ايوه يا فندم. انت نيلت ايه يا ابني؟ في ايه حضرتك؟ كلمونا عايزينك في امن الدوله. ازيك يا مرزوق؟ الحمد لله يا فندم. تاكل حمام؟ شكرا. تخاطب البيت اخت ادم عبد الحي؟ ايوه يا فندم. حلوه؟ ايه السؤال جه على كرامتك؟ تحبها؟ اللي تشوفه سعادتك. ايوه. طالما بقى اللي اشوفه سعادتي يبقى انا مؤاخذه يعني واخد على خاطري منك. يا اخي الواد ادم عبد الحي ده عمل عامله من ايده ب60 ميله. الواد ده مش بيحترمك على فكره. انت في المستقبل هتبقى جوز اخته. وبعدين انت ابن مصر. راجل من رجاله مصر. وبتذاكر. خدت كليه الحقوق. في المستقبل ممكن تبقى ضابط شرطة، يعني ممكن تبقى زميلي، ممكن تبقى هنا وجاري معايا في أمن الدولة. أنت مرزق يا ده مرزوق والله مرزق. أيوة فندم، بس أنا عايز أقول حاجة. يا ابني قول اللي أنت عايزه. بقول لك إحنا زمايل. خد راحتك مرزوق سامعك. اتفضل يا فندم. آدم إرهابي وابن 60 كلب. يا مرزوق عايز تقول حاجة لآدم؟ إرهابي وابن 60 كلب. طيب احنا متفقين اهو، المسألة خلصانة. بس انا مرزوق والله العظيم ليه احتب عليك؟ ازاي انا مؤاخذة يعني تبقى عارف انه إرهابي وابن 60 كلب وما تعمليش مفاجأة وتجيبه في ايدك كده وتخش عليا؟ عارف يا مرزوق مشكلتي في حياتي ان مفيش حد بيعمل لي مفاجأة خالص، انا دايما اللي بعمل مفاجآت للناس. بص يا مرزوق، أنا عايزك تركز في اللي هقوله لك. آدم عبد الحي هنجيبه هنجيبه. بس لما نجيبه إحنا كنظام، النظام ساعتها مش هيرحمك. لأن النظام هيعرف إن أنت كنت عارف إن آدم إرهابي ومتستر عليه. مظبوط. حلو. لكن لما أنت تجيب لي آدم عبد الحي، الوضع هيختلف. بص يا مرزوق. جبت لي ادم ما جبتليش ادم في الحالتين انت معايا. جبت لي ادم هتبقى راجل من رجالتي معايا هنا في مكتبي. ما جبتليش ادم عبد الحي برضه هتبقى معايا بس مش في مكتبي. هتبقى في الاوضه اللي جوه. وربنا يكفينا ويكفيك بقى شهر الاوضه اللي جوه. انا ما بحبش احرق المفاجآت. هسيبك كده تعرفها واحده واحده. مفهوم؟ مفهوم. اهلا، ازيك يا سامي؟ عامله ايه؟ ازيك يا عليا؟ يا ترى ماما موجوده؟ اه موجوده. اتفضلي اتفضلي. ميرسي. اتفضلي اتفضلي. ها يا حاجه، اخبارك ايه؟ طمنيني عليكي. الحمد لله زي الفل.
ولا ايه يا حماتي؟ الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا. انت مش كنت نازل يا مرزوق ولا ايه؟ اه هشرب بس كوبايه شاي معاك وكده وبعدين اتكل على الله. بطه اعملي شاي لخطيبك. حاضر يا ام، تشربي ايه يا حبيبتي؟ لا 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 ميرسي، انا جايه في السريع وماشيه على طول. لا ده كلام، انا هعمل لك شاي. يا ريت يا حاجه لو نبقى على انفراد. على انفراد ليه؟ مفيش حد غريب هنا، كلنا اهل وستر وغط على بعض. ايوه بس يعني ما تخافيش، مرزوق ده يبقى خطيب بطه بنتي، وبعدين ده صاحب ادم قوي. طبعا يا حماتي انا فديكوا برقبتي، بس انا عايز اعرف الاستاذه عايزه ايه بالظبط. ادم عايز يقابلكم. ادم طلب مني احدد معاكم ميعاد ومكان للمقابله. يعني هنروح له في المكان اللي هو مستخبي فيه؟ لا هو هيجي لكم في المكان والزمان اللي انتوا تحددوه. اه بس اكيد يعني مش هنقابله في مكان عام، لحسن لا قدر الله ينكشف. يستحسن يكون في بيت طبعا. ايوه بس البيت هنا ما ينفعش، البوليس اكيد مراقب البيت ومستني وصول ادم في اي لحظه. خلاص في بيت حماتي، بيت متداري وبعيد عن عيون البوليس. تمام كده، اديني بقى العنوان عشان ابلغه بيه. قولي له في بيت حمات اختك ساميه، هو عارفه. طيب تحبه امتى يا حاجه؟ خير البر عاجله، يا ريت بكره. ادم وحشنا قوي وعايزين نطمن عليه يعني. خلاص بكره الساعه 2 الظهر هيكون في الميعاد والمكان اللي حددتوه. يا رب يا رب يجيب العواقب سليمه. قادر يا كريم؟ يا رب يا رب. طيب استاذن انا بقى. وانا كمان عشان عندي شغل. ايه ده الشاي مرزوق؟ اشربيه انت يا بطه. يلا اتفضلي يا استاذه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما خليتيها تفتح السيرة قدام مرزوق. الله وفيها ايه يا بنتي؟ مرزوق ده يبقى جوز اختك بطة وستره غطى علينا ومش ممكن يفكر يزينا. يما ما تنسيش ان مرزوق ده امين شرطة. ايوه بس مش ممكن هيفكر يزينا ابدا. جرى ايه يا سامية؟ تشكى في مرزوق؟ الاحتياط واجب يا اختي. ده يمكن مع عبده جوزك، بس مرزوق ابدا، ده جدع على كل الجدعان. بعدين بقول لك ايه يا سامية، اذا كنا امنناه على بنتنا مش هنامنه على سرنا كمان يا باشا؟ البت اللي اسمها عاليه الصحفيه دي راحت زارت اهل ادم وقعدت عندهم حوالي ساعه وبعد كده نزلت. الله، وايه اللي يوديها هناك؟ مش في امر من النائب العام بحظر نشر في القضيه دي تماما؟ ايوه تمام سعادتك، بس ما تنساش انها زميلته في الجامعه، يعني ممكن تكون راحت تطمن على والدته ولا حاجه. في ايه يا شنبي؟ هو انت معانا ولا معاهم؟ انا مع العقل سعادتك، والعقل بيقول ان احنا لازم نقلب الموقف من جميع الزوايا عشان نوصل لاستنتاج صحيح. اه يعني حضرتك تقصد ان انا ببص للمواقف من زاويه واحده. والله يا شنبي يعني ومنكم نستفيد. لا يا باشا العفو، انا ما اقصدش والله، انا كل اللي انا اقصده ان انا بفكر بشكل مختلف عن سعادتك. اه يعني انت تقصد ان انا بفكر بشكل غير متحضر. جرى ايه يا سيف بيه؟ انا ما اقصدش اي حاجه من اللي انت بتقوله. انا اللي جرى ايه برضه يا شنبي؟ ما تاخد بالك من كلامك. الو ايه يا مرزوق؟ بتقول ايه؟ ليك معايا. اه في بيت حمات سامي اخت. اه الساعة كام؟ تمام عارف انا العنوان ده. مرزوق اول ما ادم يوصل تديني رنة، هكون عندك في ثانية، مفهوم؟ مرزوق خلي بالك انا ما بحبش الهزار. مع السلامه. فرجت يا باشا. عايزك تبقى جاهز الصبح انت والرجاله، عايزين ندخل نجيب الواد ده في دقيقه. مرزوق اتفق معايا اول ما ادم هيوصل عنده هيديني رنه، مفهوم؟ اوعى نتاخر يا بط. ما تقلقيش يا هنا. امال خالتي صبره فين؟ سبقتنا هي ويحيى عند سامية. انت متاكده انه هيجي؟ باذن الله ان شاء الله كلنا هنشوفه، ما تقلقيش بقى. طب هي حمات سامية ساكنه فين؟ يا بنتي هنا في ابو العيله اخر الشارع وانت ما تعرفيش. بنت هنا انت رايحه فين؟ انا رايحه معاهم عشان نجيب الكهربائيات عشان جهاز بطه. كهربائيات يا وسفتي، امشي الجار على فوق. ليه كده بس يا عم الحاج؟ ما تسيبها تروح تتفرج براحتها، دي حتى عروسه وعلى وش جواز. انت مال امك تتدخل ليه بيني وبين بنتي يا رخي؟ انا بس يعني قلت. بس مرزوق اسكت. يلا اتفضلي على فوق. اطلعي هنا، اطلعي اسمعي كلمه. انت هتستاذني منها بنت وانا واقف؟ يلا جرى قدامي. يلا يا مرزوق. حاضر يا بابا. يلا يا بط. انت يا بنت انا مش قايل لك 100 مره ما خيش دعوه بالناس دول. يا بابا بلا بابا بلا سيف، يلا جرى قدامي. يا
الباب. ادم حبيبي ازيك يا اخويا؟ كده برضه يا ادم. ادم انت كويس؟ ادم ادم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا كده يا ادم توجع قلبها ليك يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ ليه بس؟ ليه عملت في نفسك كده؟ ليه؟ معرفش معرفش. طب ايه اللي حصل؟ ليه عملت كده؟ ليه؟ تعال 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 خش تعال اقعد يا ضنايا اقعد اقعد يا ابني. اللي انا سمعته ده صحيح؟ احكي لي يا ابني ايه اللي حصل بالظبط؟ والله امي مش عارف اقول لك ايه ولا ابدا منين. بس والله العظيم مظلوم. لا انا ارهابي ولا قصدت اقتل بجد. يعني انت قتلت بجد؟ كنت بدافع عن واحده. واللي دافع عن واحده يا ابني يقوم يقتل. ما انا ما كنتش اقصد. والله العظيم لا اعرفه ولا اعرفه. اتحطيت في موقف لقيت نفسي بعمل كده. انت قتلت بجد؟ قتلت واحد امريكاني. اه يا قلبي يا قلبي يا قلبي. كنت بوصل طلب لقيت الراجل ده بيتهجم على واحدة استنجد الليل. دخلت دافع عنها كان قتلنا احنا الاثنين. لقيت نفسي غصب عني غصب عني بقتله. هل انت قتلت بجد؟ قتلت بجد؟ ما تعيطش يالا ده راجل. الراجل ما بيعيطش. مرزوق انا عارف ان موجود هنا ممكن يعمل لك مشكله كبيره في شغلك. انا هسلم عليك بسرعه وامشي. اهرب اهرب يا ادم اهرب. اهرب فيها يا مرزوق؟ يهرب ليه يا مرزوق؟ انا بلغت عنك. ايه بلغت عنه؟ يخرب بيتك. غصب عننا كلنا. والله 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 وال
انا عايز كاردون حوالين المنطقه دي كلها في منتهى السرعه، واي حد يلمح الواد ده يضربه بالنار. حاضر يا باشا. سيف باشا، نضربه بالنار ايه سعادتك؟ هو كلب، ده بني ادم سعادتك، احنا نمسكه ونسلمه. شنبي، سبق وقلت لك الكلام ده اكتر من مره، قلبك الحنين واحساسك الامن دول يتحطوا في الدرج ويتقفل عليهم كويس قوي، وبعدين تصحصح من نومك وتاخد لك حاجه دافيه وبعدين تجيلي على الشغل، مفهوم؟ سيف باشا، بعد اذن سعادتك، احنا وظيفتنا ان احنا ضباط، وظيفتنا ان احنا نمسك المجرم ونسلمه للمحكمه، المحكمه بقى فيها قاضي يا يحكم عليه بالاعدام يا بالبراءه، ده مش موضوعنا، لكن احنا وظيفتنا ان احنا ما نضربش الناس بالنار يا باشا، وبرده تحت امر سعادتك. باشا الواد اختفى خالص يا باشا. لازم يختفي طبعا، لازم يهرب، عشان واقفين بنرغي في كلام فاضي. ورايا يا فندم، نانسي طلعت من الفيلا واحنا طالعين وراها. اتفضل يا دكتور. ايوه يا فندم، امير طلع من العياده واحنا طالعين وراه. الو. ايوه يا امير. لا دي راحت استراحه الفيوم. طب كلمها يا عمي وخليها ترجع بسرعه. ايه خير؟ في ايه يا ابني؟ في حد بيراقبني واكيد هي كمان. طيب طيب ماشي، انا هكلمك بعدين. سلام. ردي يا نانسي، ردي ردي يا بنتي علي. جورج يا بنتي ما بترديش ليه؟ رد عليا الله يخليك يا جورج. استني يا سيسي، مش وقته. انت بتكلمها والموبايل بتاعها في ايدي. ايه؟ نسيته. يا دي المصيبة. شريف، شريف، شريف. الو. انا ما اعرفش حد بالاسم ده، حضرتك بتتكلم عن مين؟ ادم فين يا نانسي؟ ما اعرفش، انا قلت انا ما اعرفش، انا ما اعرفش ده مين اصلا. انا مش حد فوق يا باشا، مفيش حد. كنت عارف، كنت عارف ان مفيش حد فوق. يلا يلا، واحد يتحفظ لي عليها، ما تغيبش عن عينيكم. يلا بقى، ما تعرفيش هو فين؟ ها ماشي ماشي. ادم،
انا عارف انك هنا يا ادم. سلم نفسك احسن لك، الحكايه خلصت خلاص يا ابني. ما تصعبهاش عليك وعلينا. انا مش فاهمك على فكره، مش فاهمك. ايه الفايده من هروبك ده يعني؟ هتستفيد ايه؟ ولا اي حاجه. الفايده في انك تسلم نفسك، على الاقل هتتحاكم وتخلص يا اخي. لكن اللي انت عامله في نفسك ده ايه اخرته يعني؟ هتعيش طول عمرك هربان، طول عمرك يا غبي. اسمع كلامي، ما انت كنت بتجري قدامي دلوقتي، كان ممكن بطلقه واحده نشك اجيبك الارض، بس انا ما عملتش كده. وانا ممكن اموتك دلوقتي، بس انا مش هعمل كده. وانا يا باشا لو كنت ضربتك دلوقتي مش كنت هتدافع عن نفسك؟ صح؟ انا عملت كده، دفعت عن نفسي. الراجل كان هيموتني، كان لازم ادافع عن نفسي. ولا انا مش من حقي ادافع عن نفسي عشان انا سواق فيسبا؟ بص يا ادم، بص انت يا باشا، انا عملت الصح ودفعت عن نفسي. ايه العيب في كده؟ ما هم دول الكلمتين يا غبي اللي انا عاوزك تقولهم، بس مش ليا انا، عاوزك تقولهم لقاضي، تقولهم لمحكمه، علشان نعرف ندافع عنك. لكن لما تقول الكلمتين دول ليا انا وفي المكان ده مالهمش اي لازمه. الكلام ده يا باشا مش هنا، الكلام ده ممكن يحصل في بلاد بره، انما هنا المحكمه ما بتسمعش غير الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه. سلم نفسك يا ادم، سلم نفسك، وانا بوعدك ان الكلام اللي انت هتقوله هو الكلام اللي انا هقوله، وهو اللي هتاخد بيه المحكمه، صدقني. بس سلم نفسك، سلم نفسك. امسك. يلا يا ادم. مش هسلم نفسي يا باشا، مش هسلم نفسي. يبقى هضربك بالنار يا ادم. اضرب يا باشا. انا ما بهزرش يا ادم، هضربك بالنار بجد. خدني جثة، انما قسما بالله العظيم ما مسلم نفسي. اقف مكانك يا ادم، هضرب النار، هضربك. ايوه يا ابني. اوامرك يا باشا. لقيت الهدف؟ جالي البحث عنه ولم يستدل عليه. دوروا عليه في كل حته. علم وينفذ عاد. يلا. اكون راحت فين؟ معقول اكون راحت للعياده؟ يبقى لازم البس عليهم. لا 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 سيف، اهدى، كل حاجه هتبان بس واحده واحده. فين؟ كنت عند الدكتور. ما كنتيش بترد على تليفونك ليه وانت عند الدكتور؟ انا اصلا كنت ناسي الموبايل بتاعي هنا. واي دكتور اللي كنت عنده؟ دكتور امراض البطنه. مش هقول لك بقى حاولني على فين. يا فزوره. ايه يا سيف؟ حاولني على دكتور امراض النساء،
المفاجأة بقى، دكتور أمراض النساء قال لي إيه؟ سهام أنا على آخري، كنت يا دكتور بتعملي إيه؟ سيف الدكتور قال لي إن أنا حامل. إزاي؟ إزاي إيه؟ بقولك أنا حامل. وأنا بقول لك إزاي؟ يا سيف أنت اتجنن؟ حامل مين؟ من مين ده إيه؟ لا أنت مش طبيعي. رد عليا يا بطلك دمي. سيف هيبقى عندنا إمتى يا حرام عليك؟ مش مهم يكون عندي ابن. أنت إيه؟ مش مهم اللي بطلك دمي مين؟ رد عليا. أنت مجنون! أنت مش طبيعي! لا! أنت عارف إن أنا عارفين، أقعدي هنا! الدكتور عليك ممكن تغلب. انا ما بخلفش وانت عارفه. الواد البطي ده مين؟ قلت عليا هقتلك. لا لا انت مش حاجه بعيده عن ربنا، انت مفتري. انا مفتري؟ يا ترى تعالى اقول لك ردي عليا. الواد ده ابن مين؟ رد والله العظيم، رد رد. الواد ده ابن مين؟ انت عارفه ان انا ما بخلفش. طيب الله يرحمك عم امين، الله يرحمك عم امين، الله يرحمك. ادم الحمد لله على السلامة حبيبي، عامل ايه؟ انت بتعيط يا خالد؟ لا لا حبيبي مفيش حاجة خالص. في ايه مالك؟ المهم انت عامل ايه؟ كويس؟ مش كويس. معلش معلش يا حبيبي، بكرة تروق وتبقى زي الفل. بص حبيبي، لو 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 في حد اداك امانة ورجع يطلب الامانة دي منك هتديها له ولا لا؟ اكيد هديها له طبعا. طب تخيل بقى ربنا هو اللي اداك الامانه دي، ربنا عايز امانته ياخدها ولا لا؟ في ايه؟ بقاء الله. ابوك تعيش انت. بركة فيك احمد، اجمد كده بقى اجمد. يا جماعة انتوا فاهميني غلط. احنا فعلا كنا فاهميني غلط، ودلوقتي بس فهمناكي صح. ليه يا علي؟ تفضلي شهرتك ومجدك الصحفي على انقاذ حياة بريء. ايه التخاريف اللي انتوا بتقولوها دي؟ انا عايزة اساعد ادم زيكم بالظبط ويمكن اكتر، وان كنت نشرت المقال ده نشرته عشان كل الناس تعرف حكايته. ايوه بس انت كده كشفتي سر الفيديو في المقاله بتاعتك، وده هيخلي السارق يخاف ويكش مننا وما يعرفش يكلمنا تاني. بالعكس، ده ممكن يتشجع ان هو يروح يسلم الفيديو عشان ياخد جايزه السفاره الامريكيه. جايزه مين يا هبله؟ ده كده هيقبضوا عليه. يقبضوا عليه ليه؟ عشان هو اللي سرق. بالعكس، انا حاسه ان اللي سرق الهارد مش هو اللي نزل الفيديو على النت، لان لو كان هو كان هيخاف ينزل دقيقه واحده من الفيديو ده عشان ما يتقبضش عليه. امال مين بقى ده ان شاء الله؟ واحد فرحان بالافلام وما يعرفش اي حاجه عن الفيديو اللي فيه جريمه القتل. يا جماعه دي الحقيقه، وده احساس الصحفي وما تستهونوش بيه. اللي في الجورنال ده يا علي بقى انت اللي بتكشفي سرنا؟ المقاله دي خطر جدا على ادم، ممكن قوي دلوقتي ينزل الفيديوهات دي يبقى اتخلص منها باي طريقه من كتر خوفه، ويبقى كده دليل براءة ادم الوحيد ضاع بسببك. نانسي ممكن تهدي وتيجي تقعدي وانا افهمك على كل حاجه لو سمحتي. تفهميني ايه بس؟ يعني احنا بنقول خطوه لقدام ترجعينا 100 لورا؟ وليه يا نانسي ما تقوليش ان المقال اللي انا نشرته ده هيطلعنا خطوات لقدام؟ ازاي يعني؟ واضح يا علي ان المقال ده هيقدمكم خطوات لقدام وهيجيب رجلكم، بس مش هنا،
وبالمره بقى ما دام المجموعه كلها هنا تحبوا تيجوا معانا باحترام ولا ايه اللي قيمتكم واعمل شوشاره؟ لا 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 خير يا جيجه. مش خير ابدا يا منصور. ده في خبر منشور في الجرنان عن فيلم ثقافي من الافلام الاجنبي اللي عندنا وباين عليه الفيلم ده عليه عوائق جامد قوي. انا قلت لك الموضوع ده في ان ما سمعتش كلامي. طب والعمل يا منصور؟ العمل اتخلص من الارض ده بدل ما يجيب لك مشاكل. صدق انت عندك حق. ما دي ورطه انا لازم اطلع منها. بص انا همسح الفيديوهات دي مع الكمبيوتر خالص هفرمته بس الارض بقى مش هقول انا امسحه. يا عم امسحه بدل ما يجيب لك وجع الدماغ. يا عم ما تقلقش يا عم انت حر. انا هخبيه في حته امان محدش يعرف له طريق بره ويمكن يطلع له عوزه في وقت من الاوقات. مش كده ولا بس تكرر خيالك يا شقيق؟ يا علي مش هتقولي لي بقى جبت الفيديو منين؟ حضرتك الفيديو موجود على النت. احنا كل اللي عملناه ان احنا نزلناه ونشرناه. واللي حضراتكم لازم تعملوه دلوقتي ان انتوا تشوفوا مين اللي عمل له ابلود على النت لان هو ده اللي معاه كل الفيديوهات ومن ضمنها الفيديو اللي عليه براءة ادم عبد الحي. وليه ما رجعتولناش قبل ما تعملوا عملتكم دي؟ لان احنا كان كل همنا نظهر براءة صاحبنا. وانت يا شاعر فنان ما تعرفش ان في حظر نشر على القضيه دي. حظر ايه بس يا باشا؟ الفيديو معمول له ابلود على النت وكل الناس ممكن تشوفه. اسمه ايه الواد اللي عمل له ابلود ده؟ والله يا فندم انا الحقيقه ما اعرفش اسمه الحقيقي. انا كل اللي اعرفه ان النيك نيم بتاعه اسمه جيجا واعتقد ان حضرتك تعرف تجيبه الاي بي ادرس بتاعه. يعني اي بي ادرس ده ابن ناس. ربنا يخليك يا فندم. تعرفنا شغلنا روح امك ولا ايه؟ ما تثبت يالا. لا يا فندم والله انا بس غرض اخدم. نادر خد الواد ده لخبير الكمبيوتر خليه يستفسر منه عن النيك نيم ده ويشوفه نزل في انهي موقع عشان نعرف نتعقبه. اتفضل. شكرا. يلا حبيبي. أول مرة أنكرتي وقلت إنك ما تعرفيش أي حاجة وسبناكي. تاني مرة قفشنا أدم عبد الحي جنب المزرعة بتاعتك وسبناكي. تالت مرة بعتت قريبك اللي اسمه أمير لأم آدم وبرضه سبناكي. لكن تتقفشي مع أصحاب أدم عبد الحي وتقوليلي إن دي صدفة؟ ده يحصل في عالم سمسم بس يا روح أمك. أنا كدابة. شكلك كده شمال. شكلك كده مش مظبوط يا بنت. حد امك لجيبك. هجيبك واعمل لك قضيه عتاب. انا مش عارفه انتوا بتتكلموا على ايه اصلا. مش بقولك شمال. انت يا بنت جايه تلعب بينا ولا ايه؟ انا مش فاضيين لك. هحطك تحت جزمتي وهفعصك. اخفيكي واحلف اني ما شفتك. ما تنطقي يا بنت. ايه اللي وداك عند عليا وكريم وطاهر؟ انطقي لاحسن قسما بالله العلي العظيم. هعلقك وهسحلك. انا ما رحت لهمش. هما اللي جولي. جولي علشان اشوف الفيديو واقول لهم اذا كان ده الامريكاني فعلا ولا لا بحكم ان انا كنت اعرفه يعني. وموضوع امير اللي بتقولوا عليه ده انا ما عنديش عنه فكره. ممكن يكون عمل كده بحكم شغلته ما اعرفش. لا بنت واعيه مستفه كلامك تمام. قفلت كل الخنان. صدقها بنت ان انا صدقتك. انا قلت كل اللي عندي. عايزين بقى تعرفوا الحقيقة المفروض تروحوا تدوروا على عمل أبلود للفيديو على النت. أكيد عنده الفيديو اللي فيه الحقيقة. وإنتي ما تعرفيش الحقيقة؟ ما هو أنا قلت كل اللي عندي. إنتوا اللي مش مصدقيني. أيوه طيب حاضر ثانية واحدة. سيف باشا. أيوه لا يا أبي. طب أنا في طريق. أنا داخل جوه. ها مفهوم صعب. نانسي أنا سيبك كده خمسة عشان بيه. عايز أرجع عليك عائلتي وقلت كل حاجة عشان تروح تنام في سريرك. ما عندناش بنات حلوة تنام بره. يا إما قسما بالله لحلففك على مخبرين أمن الدولة نفر نفر. أكتر في شوط شوية عندهم كتاب. بس على الله بقى كل بتعرفي ترقصي بس استعجليش. ها استعجليش. ربيه استفدتي ايه بقى غير التهزيق؟ عاجبك اللي بيحصل فيه كده؟
اقعدي اقعدي. ما جاوبتنيش على سؤالي يا نانسي. سؤال ايه؟ انت ما تعرفيش الحقيقه؟ هشام بيه، هو ليه حضرتك مش عايز تصدقني؟ عشان انا بتعامل معك باحساسي مش بس بعقلي، وبجد انا زعلان منك جدا عشان خبيتي عليا معلومه زي دي، رغم ان انا جيت لك واديت لك نمرتي. على فكره اللي انا بعمله معاكي ده غلط، لو حد دخل ولا انا قاعدين دلوقتي انا هروح في 60 ده، بس انا عملت ده بس عشان اثبت لك ان انا مصدق في براءه ادم، وبجد عاوز اساعده، وبجد مش عارف اقول لك ايه. لو كنت قلت لي المعلومه دي من بدري كانت هتفرق معايا كتير، انا وادم. عايز الحقيقه؟ يا ريت. الامريكان يحاول يتهجم عليا وادم هو اللي انقذني بجدعنه ورجوله، ولما حاولنا نهرب ضرب علينا نار وصاب ادم في كتفه، كان طبيعي لازم يدافع عني وعن نفسه. حصل اللي حصل، قتله بالغلط. صح، انا صح واحساسي صح، والجريمه دي مجرد جريمه عاديه ما هياش ارهاب زي ما بيقولوا. عرفتوا كل حاجه؟ اعملوا بقى فيا اللي انتوا عايزينه، ان شاء الله تشنقوني. انا خلاص كفايه قوي لحد كده، لازم ارد له ولو حاجه من اللي عملها معايا. اعترافك ده هيفضل سر ما بيني وما بينك. ايوه يا نانسي، عشان انا لو ذكرت اعترافك ده في التحقيق انت هتروحي في 60 داهيه وهتتسجني، وانا عاوزك بره عشان تساعديني ان احنا نثبت براءة ادم. تكلم جد؟ من اول ما جيت لك وانا بتكلم بجد، بس انت اللي ما كنتيش عاوزه تصدقيني. بس متهيألي لما تخرجي من هنا ممكن تصدقيني. طب والظابط اللي كان هنا؟ مالكيش دعوه، انا هعرف اخلص الموضوع. وبعدين انا راجل، لما اقولك على حاجه لازم تصدقيني. طمني يا نانسي. اشرب. ولا جيجا هبش، انت سرقت الامريكاني وقتلته عشان تداري على عملتك. امريكاني؟ يا نهار اسود، امريكاني مين يا بيه؟ الامريكاني يالا، الامريكاني اروح امك اللي كان على الفيديو اللي انت اساسا بتنكر انه كان موجود على الهارد. لا باشا حضرتك مش عارف، انا الهارد ده باشا انا واخده تخليص حق بالواد سمير بصالح، وبصراحه باشا ما كانش عليه اي حاجه. ما كانش عليه اي حاجه. لا كان عليه يا رحمة، كان عليه، وانت مسحته قدام العيال اللي انت خطفتهم وحاولت تقتلهم. صح، عيال النهار السود، عيال مين بس؟ انا والله العظيم ما عملت حاجة. لا عملت، لا عملت يا روح امك، عملت. اشرف تاخد الهارد اللي سلمه لنا هشام بيه وتنزل بيه المهندس الكمبيوتر دلوقتي، تخليه يعمل لنا ريكفر لكل الداتا اللي عليه. يلا بسرعة. بص بقى يا عم جيجا. اه باشا. انا عامل لك مفاجاه، ابسط يا عم. ربنا يخليك. انا هقلعك مالت وهحطك في تشت ميه ساقعه وهنزل لك فرده كهرباء. شوف انت بقى هتحس بايه، كلك نظر. لا 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 بيه، انا في عرضك يا بيه، انا في عرضك والله، انا في عرضك. لا اعترف يا سيد يا جيجا. بص يا باشا، الكلمه خيبه، انا هجيب من الاخر. بصراحة باشا الفيديو اللي سيادتك بتتكلم عنه ده كان فعلا موجود على الهارد،
بس والله العظيم انا بلا دعوه باي حاجه. انا كل اللي عجبني في الهارد شويه الافلام الثقافيه اللي كانت موجوده. قلت هاد جيجا انقلهم على فلاشه من غير ما الواد سمير مصالح يعرف حاجه. يعني قلت اشوف لهم بيعه كده ولا كده واعمل بيهم اي مصلحه. ساكن فين المصالح بتاعك ده؟ هرم. ساكن في الهرم يا باشا، في الهرم. اديني عنوانه يلا. ادهولك يا باشا، بس يا باشا انا اخر علمي بيه ان الواد سمير مصالح ده مختفي بقاله مده ومحدش يعرف له طريق جره. هنجيبه. هنجيبه يا روح امك. لو في عبره هنجيبه. ادم. ادم. اصحى يا ادم. شامبي. وداخل لك لوحدي. ما رضيتش اخلي حد من اللي بره يدخلوا معايا. ما تفكرش وما تخلينيش اعمل حاجه اندم عليها. اسمع يا ادم، يا ده انت في ادله كتير بتبرئك. اسمع كلامي، سلم نفسك علشان يحققوا معاك وتخلص من الورطه الهباب اللي انت فيها دي. الظاهر يا باشا انك ندمت انك سبتني امشي المره اللي فاتت. الظابط اللي جواك غلب انسانيتك. بالعكس، انت مش فاهم اي حاجه يا ادم. ما تنشفش دماغك، ما تبقاش عنيد، امشي شويه مع الطيار يا باشا. اللي بيمشي مع الطيار السمك الميت، انما انا قلبي حي ولسه بيدق. عارف، عارف يا ادم، وانا كمان قلبي حي وما يرضلكش انك انت تتظلم ابدا يا ادم. ثق فيا، ثق فيا. وزي ما قلت لك المره اللي فاتت، الكلام اللي انت هتقوله هو اللي انا هقوله، هو اللي هتاخد بيه المحكمه. ثق فيا يا ادم، ثق فيا. تحلف؟ انت في بيت ربنا. ما تخافش، والله العظيم ثلاثة، والله العظيم الكلام اللي انا هقوله هو اللي انت هتقوله، هو اللي المحكمة هتاخد بيه، ومش هسيبك يا ادم. واوعدك مفيش حد هيلمسك، وخد ده قسم عليا. هيا يا ادم. قلت ايه؟ وانا مصدقك يا باشا. اعلن مصدر مسؤول بوزاره الداخليه انه قد تم القبض على الارهابي ادم امين عبد الحي. جاء ذلك بعدما وصلت معلومات من الجهات الامنيه المختصه بان الارهابي كان يختبئ بمدينه الاقصر. قبضوا عليه، قبضوا عليه. استر يا رب. انا لازم اروح له، ما ينفعش اسيبه لوحده. ما ينفعش تروحي له اساسا يا نانسي، واهدي شويه. نروحك ليه هيفيد بايه؟ ولا حاجه. انا ممكن اروح له من زاويه ان انا من جمعيه حقوق الانسان واخده محامي معايا. عين العقل يا ابني. ادم امين عبد الحي، طالب في سنه رابعه بكليه الاداب قسم اجتماع جامعه القاهره. بتعمل كسائق ديليفري لتوصيل الطلبات للمنازل. السن 28 سنة ومقيم في بولاق أبو العيلة. آدم، أنت متهم بقتل شخص أمريكاني على أرض مصرية وسرقته والانتساب لجماعة إرهابية دولية. إيه رأيك في الكلام ده يا آدم؟ باشا الكلام اللي حضرتك قلته ده ما فيهوش حاجة صح غير بياناتي وان انا قتلت فعلا. يعني انت يا ادم بتعترف بقتل الامريكاني؟ ايوه مش بعترف، بس هو اللي كان عايز يقتلني الاول وانا كنت بدافع عن نفسي. يعني هو كان عايز يقتلك وانت كنت بتدافع عن نفسك؟ ده على اساس يروح امك ان احنا لقينا جثته مرميه في الحمام بتاع بيتكم كان بالكبانيه؟ لا يا باشا، على اساس انكم لقيتوا جثته جنب دولاب السلاح بتاعه في فيلته. ايه اللي وداك هناك؟ كنت بوصل طلب. طلب ايه؟ بيتزا. الكلام ده كان حوالي الساعه كام؟ 8:30. كنت فين قبلها؟ المحل. ادم انت متعود تلبس ساعه؟ لا يا باشا. امال عرفت انها 8:30 منين؟ من الميعاد المكتوب في الاوردر.
بقالك قد ايه بتشتغل في المطعم؟ اسبوع يا باشا. وقبل كده كنت بتشتغل فين؟ في محل اسمه طلبك كبابجي. وسبته ليه؟ عشان صاحب المحل اشتغل. ريتشارد هو اللي فتح الاكل لما وديت الاوردر؟ لا يا باشا. امال عرفت منين ان الامريكان اسمه ريتشارد؟ من الجرايد والتلفزيون. امال مين اللي فتح لك؟ سمعت شرف. مين اللي فتح لك؟ الباب كان مفتوح. كان في حد معاه جوه؟ كان في حد معاه جوه؟ لا يا باشا، كان لوحدي. تجتسي علينا ولا ايه؟ فاكرنا عيال صغيرة؟ ده انت كلب مالكش دية، تربية مرتشي ابن 60 كلب. ما البركة يا باشا في اللي خلونا كلاب مالهاش دية مرتشيين، واللي خلوا ابن كلب زي سعادتك يعمل فينا كده. جيات امك يا ادم يا عبد الحي، لعلقك واخليك هاد من كل من يفكر يقف وش لازمه. ادم انت كنت بتعترف انك انت قتلت. لا من فضلك اطلع بره. مش هنا، مش هنا. يعني دخلت كلية الشرطة عشان أدافع عن حقوق الناس، مش عشان أهدر حقوقهم. يا رب ادخل. مساء الخير يا هشام بيه. تعالى يا باشمهندس. ها وصلت الحاجة؟ الريكفر تم بنجاح والفيديو اهو. الحمد لله، الحمد لله، اخيرا بقى عندنا دليل براءة ادم. ايه ده؟ فين بقية الفيديو؟ بقية الفيديو باظ، بس الحمد لله ان احنا حصلنا على الجزء ده. برافو عليك يا باشمهندس. سيف باشا، انا طلعت صح يا باشا. وإحساس اللي ساعتك قعدت تتري عليه طول الوقت هو اللي انتصر في النهاية. إيه التخريف اللي على الصبح ده؟ ده مش تخريف ساعتك، دي الحقيقة اللي ساعتك مش عاوز تصدقها. بس يمكن لما تشوف الفيديو ده تتأكد وتسلم إن أنا اللي طلعت صح. ايه ده؟ ده فيديو الجريمة اللي احنا بندور عليه. لقيته الهارد؟ لا، دي نسخة من الفيديوهات اللي كانت على الهارد. نسخة الفيديو؟ ايوه، بس جريمة واضحة قدام سعادتك انها جريمة دفاع عن النفس مش جريمة ارهاب. انا ايش ضمنني بقى ان الفيلم ده مش ملعوب فيه؟ ملعوب فيه ازاي؟ ده فيديو يعني صورة حية، هيتلعب فيه ازاي؟ هشام، في ناس أدرى مني ومنك في الحاجات دي، وما تنساش إن آدم عبد الحي منتمي لمنظمة إرهابية، يعني بالنسبة لهم الموضوع ده في منتهى التفاهة، يعني يلعبوا في الفيلم ويعملوه على مزاجهم، عشان يفشكلوا لنا القضية ويطلعوا الواد براءة. هم اللي معترفين إن هم اللي عاملينها، ده بيفتخروا بده وبيعتبروه شهيد، دول ما صدقوا. أنا بقى مش مصدق ومش هصدق إلا لما يجيلي الهارد المفقود في محضر المباحث، غير كده مش هعترف بأي حاجة. يا باشا الجريمة كلها متصورة قدام سعادتك. عدم وجود الفيديو أكبر دليل على إن الفيديو ده مصور. ما أنت على هنا. البت اللي اسمها نانسي اللي أنت أقنعتني وخليتني أروحها، مش جت هنا واستجوبناها وكذبت عليك وعليا؟ البت دي زي ما سعادتك عارف مسيحية.
تقدر تقول لي ازاي واحده زي دي ممكن تتعاون مع ارهابي اسلامي متطرف؟ كلهم ارهابيين يا حبيبي. الارهاب ملوش لا وطن ولا دين. ايه يا شبيه؟ انت مش من هنا ولا ايه؟ لو التدليس والظلم واهدار حقوق الناس بقى هما اللي بيحكموا هنا، يبقى انا يا باشا ما يشرفنيش اني اكون هنا. هشام انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ امال عاوزني اكلمك ازاي؟ وانا شايفك ظالم وبتظلم بريء وقدامك دليل براءته ومش عاوز تعترف بيه. باشا انا ممكن اسالك سؤال؟ هو سعادتك بالليل بيجي لك نوم؟ يعني بتنام مرتاح البال؟ وبالنهار كمان يا حبيبي وبشخر. الفيديو ده لا انا ولا انت اللي هنفصل فيه، ده لازم تعرض على خبير، هو اللي هيحكم ما بيننا. وبعدين بقى خلينا في المهم، البنت اللي اسمها نانسي دي يطلع لها قرار اعتقال وتعتقلها دلوقتي حالا. فوق ايه؟ معاك للصبح. ايه يا حبيبي؟ معاك للصبح. ماشي. عارف يا ادم هما هنا بيغمّوا عيونهم ليه؟ عشان بيخافوا منكم لما تخرجوا بره. لكن انت بقى يا حبيبي لا يتخاف منك ولا انت خارج بره، بس انا واخد على خاطري منك. ليه بس؟ مش تطمني عليك؟ قلبي ياض كان متشحتف عليك. ها؟ مش تطمن قلبي بابا؟ عارف يا باشا انت بتفكرني بمين؟ بمين يا روح امك؟ في واحد زمان ساكن عندنا في المنطقة اسمه حمادة عجلة، كان ما شاء الله يا باشا طول بعرض زي كده، بس كان لا مؤاخذة يعني شاذ. فكرني بيه بالظبط يا باشا. اضرب 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 فكرني بيه. بقول لك يا باشا مفيش كهربا؟ كهربا وحشتني والله. أنا هي أول مرة تريح شوية. إيديك وجعتك ولا إيه؟ أجيب لك مسكن؟ أضرب. أنا عايز أمك أنا. تعرف تبعت تجيبها لي؟ أنا عايز أفهم. صوت على مش عايز تعترف ليه؟ مين اللي كان معاك جوه يا لحيى؟ انت! مشكلة يا باشا مش عايز تسمع. انت عايز تسمع على مزاجك وبس. انت عارف يا باشا شكلك كده يعني كان عندك عقدة نفسية. مؤاخذة يعني حصلتك وانت صغير. فبتطلعها على خلق الله صح؟ موافقني في الكلام ده؟ دلوقتي تعرف انا حبك. دلوقتي تعرف. افتح المية! عايز الكهرباء لو حمك؟ اخويا اسمه حماده. يا حبيبي حماده ايه؟ حماده عجل. ابعت اجيب لك مسكن؟ ايه ايه
الواد ده يتساب مربوط كده وبقى تف في ورشة روح امك لو شفت الشارع تاني. افتح. انا ادم. ادم يا نهار اسود يا نهار اسود. ادم رد عليا. ادم حد يفكوا هدول عربية اسعاف وقعدوا هدومه. ادم ادم رد عليا. ادم حد يفكوا. ادم ادم يا نهار اسود يلعلقوا شكلك يا سيف حبيبي. ادم آدم أنا آسف يا آدم. أنا يوم ما أقنعتك إنك أنت تسلم نفسك كنت واخد وعود إن أنت مش هيحصل لك حاجة. بالعكس كنت واخد وعود إن إحنا هنساعدك وهنقف جنبك عشان أنت عارف إن أنا أكتر واحد في الدنيا دي عارف إنك أنت مظلوم. بس فجأة فجأة لقيت إنه بيحصل غير كده. آدم أنا حلفت يمين إن أنا أعيش عمري عشان أحقق العدل. فجأة اكتشفت إن أنا بقيت بحقق الظلم وظلمتك أنت أول واحد. عشان كده آدم أنت ملزوم مني إن أنا أهربك ودلوقتي حالا. يعني انت مش عايز تظلمني وعايزني انا اظلمك؟ انت لو عملت كده تبقى بتضر نفسك. بعدين يا باشا انا بجد تعبت خلاص. اللي يحصل يحصل باشا. انا اصغر بكتير قوي من اللي بيحصل لي ده. بجد مش قادر خلاص. عارف يا باشا لما انت جريت ورايا وانا سبتك ومشيت كنت متأكد ان انت مش هتضرب. صوتك وعينيك كانوا بيقولوا ان انت مش هتضرب. صوتك وعينيك كانوا بيقول ان انت ابن ناس. بس المشكلة ان هنا يقولوا كلمة ابن ناس دي على ابن الناس الاغنياء. مع ان انا متأكد ان اللي اخترع الكلمة دي كان يقصد ابن الناس الطيبين المحترمين اللي بيخافوا ربنا. وانا متأكد انك منهم. وانا لو ما هربتكش دلوقتي حالا ابقى ما بخافش ربنا. وانا بخاف ربنا قوي يا ادم. وبعدين عايز اقول لك على حاجه. اللي يرضي ضميره ويرضي ربه ربنا لازم ينجيه. ما تقلقش عليا يا ادم. طب انا يا باشا عملت اللي يرضي ضميري وعملت الصح ووقفت مع الحق. بيحصل معايا كده ليه؟ ادم في ناس بيتهيألوها منهم انظلموا وهما فعلا بيبقوا مظلومين قدام نفسهم وقدام الناس. بس ربنا وعد وعد قال ان كل عبد من عبادي هياخد حقه 24 قيراط. وبعدين مش جايز يكون ربنا مستخدمك لحكمة معينة ويا بخت اللي يستخدمه ربه.
بعدين يا ادم ما تقلقش، صوت الحق هيعلى في النهايه. مهما عالي صوت الظلم دلوقتي، في الاخر صوت الحق هو اللي هيبان، هو اللي هيعلى. عشان كده انت لازم تهرب دلوقتي حالا. انا مرتب لك كل حاجه، مش فاضل غير انك انت تنفذ وبس. يلا يا ادم يلا. ما تبصش على حاجه، انا مرتب لك كل حاجه، ما تقلقش. يلا. قول يا ادم، قول كل اللي جواك. اسمي ادم امين عبد الحي، مواطن عادي واقل من العادي. اكبر حلم عندي اني اعيش مستور، وكل ذنبي اني انقذت بنت بلدي ومرضتش بالظلم. انا عايز اللي بيتفرج عليا دلوقتي او يسمعني يحط نفسه مكاني. لو ليك بنت او مراتك او اختك اتحطت في نفس الموقف، مش كنت هتتمنى انك تلاقي حد يطلع لها من تحت الارض ينقذها باي شكل وباي ثمن؟ انا عملت كده، عملت اللي المفروض يتعمل. بس اللي المفروض يتعمل في الزمن ده للاسف ما بقاش يتعمل. وقد تم ايقاف المقدم هشام توفيق مدكور عن العمل، ويسري قرار الايقاف من ساعته وتاريخه لحين الانتهاء من التحقيق. ابقى هات عسكري دكر يحميك يا يا عجله باشا. انت بتعمل ايه هنا يا هلا؟ يا بنت كنت بطمن عليك يا بنت، وحشتيني، قلت اجي ازورك واظبطك. بعدين كان نفسي اشوفك كده بقميص نوم. هي المدام صفايفه يا باشا؟ صفايفه. بس الهدوم ما جاتش على مقاسك. يا امك يا ابن الكلب منعتك، ان معلقتك انت وعيلتك كلها ما بقاش انا سيف الحديدي. طب ليه كده يا باشا؟ ده انا حتى ضيف عندك، يعني حد يعمل مع الضيف كده؟ ها؟ ده انا ضيف عندك يا باشا، قلة ادب مش عايز. ها؟ بلاش قلة ادب. ده عمك الكلام ده تعمله هناك. قول لي يا باشا، ايه احساسك؟ مبسوط؟ مبسوط بالشويتين دول كده؟ انت ايدك في نعمه كده ليه؟ يا صبره كانت بترضعك صناعي ولا ايه؟ صبره، فكرتني بصبره. اخبارها ايه؟ امك اسمها ايه؟ بعينك. على فكره ممكن اضغط عليك واعرف اسم امك. انسى. والله ممكن، بس انا مش واطي زيك، لان امك ملهاش ذنب. ما لو تعرف ان الخلفه دي هتبقى وسخه كده اكيد ما كانتش خلفتك ولا اتجوزت اساسا، صح؟ يا امك منعتك يا ادم. يا بنت يا بقى يا ماشي يا ابن المرتشي. ماشي ماشي ماشي. ايه رايك؟ قلت تهدى بقى. بس انا زعلان منك يا خيبت ظني، طلعت ما بتعذبش كويس، يعني هفق. انا بقى النهارده هاجي اعلمك حاجه جديده. تضحك. انا ضحكك دلوقتي على الاخر. نفسي اشوف اخرك يا ابن صبره. ابن صبره ده هيقلبك مره حالا. انت بتعمل ايه يا له؟ ايه رايك؟ بتعمل ايه؟ بص كده ركز بقى معايا. هقتلك يا ابن صبره وحياة امك منعتك. السلك ده يا باشا المفروض دلوقتي تعالى كده نجرب من هنا. نحطه فين؟ خلاص 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 يا بابا، خلاص خلاص يا بابا. ها على كيف كيفك صح؟
طب حس بقى. مبسوط؟ 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 حياة أمك أخليك تبوس رجلي في يوم من الأيام. ما تبعت تجيب صحابك معاك هنا، تبعت رجالة أحسن. بيني وبينك يا باشا، أنا شايف إن أنا بعمله ده تسالي. نخش بقى على التقيل، إيه رأيك؟ وأنا موافق. هدواك شوية تقيل. أرجوك. شوية تقيل. يا ريت ترضى. يلا يا شاطر. يلا. حلو. حلو صح؟ كمان مرة. حاضر. حياة أمك منعتك. يلا. استحمى بقى. ماشي، اتأخرنا على الفصل. يلا. ها. مبسوط؟ مبسوط يلا. ماشي. مبسوط؟ مبسوط؟ اللي أقول لي يا باشا، صحيح تفرق لو كنت جبت فوطة خضرة من صفرة أو من زرقاء؟ تفرقش كلها. تفرق في الرجولة. في الرجولة. الله ينور عليك. اتنفس بقى يا عم الله. ها فين الرجولة؟ ها فين الرجولة؟ هتعرفها في يوم من الأيام يا ابن صبر. حياك أمك أنا هاتك. اهدى شوية. اهدى كده، أنت حلو أموك. اهدى اهدى، صحتك. اهدى يا بابا. اهدى حبيبي. اهدى يا بابا. اهدى شوية. اهدى يا بابا. تعالى بقى نتكلم كده راجل لمرة. اللي أقول لي يا باشا، ليه القانون بتاعكو ده ما بيمشيش غير على الضعيف؟ بلاش دي، بلاش. ليه لما امشي في الشارع مثلا وقابل واحد من امثالك يسالني عن بطاقتي يقول لي شغال يالا؟ طب ليه يالا؟ ليه يالا؟ انتوا بيعلموكوا يا باشا الاحداث، ولا انتوا مثلا بيبقى عندكوا عقده وانتوا صغيرين نقص بتطلعوا على خلق الله لما تكبروا؟ ايه، هتجهز الفار ولا ايه؟ لا، هنأجل بقى الموتى، نخليها وقت تاني. ها صحيح يا باشا، نسيت اقول لك حاجه. كنت قايل لي لو شفت الشارع اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هتقف على وشك صح؟ يا امك انا هقتلك يا ادم عبد الحي. يبقى اقفل الشباك كويس يا هفا. سامعني يا ادم عبد الحي تاني يا بيه؟ وحياة امك منعتك. والأول مرة في مصر عجز اختلط. ايه في المية؟ رجالي وحريمي وبين البنين، الشعر على الشمال والمرة على اليمين والكراميلا في النص. منورة يا علي. منورة. ايه يا شاعر؟ ايه؟ ها؟ ها؟ انا فين يا ولاد الكلب؟ انا فين؟ انا فين؟ انا فين؟ انا فين؟ انا فين؟ معرفش 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 معرفش. انا فين جاي؟ ادم جاي جاي. بصراحه دي مشكله، لازم افضيله مكان. انا هعمل اوكازيون، هيقول لي ادم فين هروح. مين قال عايز اروح؟ والله العظيم يا فندم، والله العظيم. والله اسمك عاليه. ها المفروض الصحابه واطيه. يا ام شعرك ده. ها انا سبع رجالة بعض يا شاعر. والله العظيم ما اعرف، والله العظيم ما اعرف هو فين. والله ما اعرف. بقول لك يا شاعر، والله ما اعرف. والله ما اعرف هو فين. ايه ده يا حبيبي؟ والله يا فندم ما اعرف هو فين. والله ما اعرف هو فين يا فندم. افتح المايه.
هات ام ما حد خارج من يا علي تجيلي كده يا حيوان بص عليك يا حيوان يا شيخ عكس باش خالص سمعني ها سمعني يا حاضر والله العظيم ما حنطق والله ما حنطق بقول لك يا شيخ انت عايز منك خدمه اتفضل 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 انا عايزك تعمل فيها جميله كده وانا برضه هشيلها لك عايزك كده وانت في جو الاسترخاء ده تكتب لي كده كلمتين حلوين تكتب لي قصيده نهايه ادم عبد الحي بس انت كده تحتاج قلم ورقه انا معايا قلم استنى لقيت قلم اهو يا كراميلا حياة أم حاضر والله يا فندم أنا هتخرج من حاضر. هنا حاضر لما هتسترجل حاضر ماشي حاضر يبقى عمرك ما هتخرج يا ده أنا عايزك تسترجل يا فندم والله أنت عارف لو قلت لي آدم عبد الحي فين أقسم بالله عارف لو قلت لي آدم عبد الحي فين يا فندم أنا لو عارف أنت كده راجل حاضر نعرف لا مؤاخذة نكتب في بطاقتك إيه بدل ما الخانة فاضية ها سمعني؟ هتقول ولا لا؟ يا فندم انا يا واحد يا فندم انت انا نفسي حد اقول لك انا فين يا فندم؟ انا فين يا فندم؟ انا فين يا فندم؟ ايه يا واطية؟ عالية عالية انا عايزك بقى تتجلى وتكتب بمزاج والله العظيم انا هكتب لحضرتك بص يا حبيبي كده انت بقيت في مارينا حاضر يا فندم ماشي مارينا معاك حاضر يا فندم ماشي حاضر يا عايز نسوانك اجيب لك نسوان والله العظيم اكتب لحضرتك عايز عارفين الصوت ده؟ ها؟ يا جماعه حرام حد الحانة وحياة ابوك انا حرام انا حرام عايز ايه؟ نانسي لغايه دلوقتي لسه مختفيه يا فندم والتحريات بتاعتنا ما وصلتناش لمكانها نانسي يا اخويا لسه مختفيه يا فندم لحد دلوقتي ما اشوفش وش اهلك انا لما اكون نانسي موجوده هنا سامعني اختفي تمام يا فندم سيبك بقى تحس الفرق
انا فين يا بنت؟ معرفش، وحتى لو اعرف لو موتتني مش هقولك. ليه؟ سنة لو موتتك انت هترتاحي. طب لما انت تموتي انا استفدت ايه؟ انا بقى هريحك بس اتقلتي. هوريك الرجاله الصح. واني واني عمرك يا باشا. عايزك تظبط المزه احسن. بدي فاكره ان ادب عبد الحي 10 رجاله في بعض، مفهوم؟ لا 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 اما تخلص. لا تدخل صعب. لا 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 صباحية مباركة عروسة. ها سطي طهر وين؟ انت مش بني ادم. بكرة اللي بتعمله ده يتعمل في مراتك وامك واختك اللي زيك دايت وانت بوز. ادم عبد الحي فين يا مارا؟ اوعي تقولي لي مش عارف. لا اعرف. انا فخور بيك يا نانسي. فين بقى حبيبه عمه؟ عند امك. ولا لك تلاقي عند مراتك في البيت. بتعملي في نفسك كده ايه؟ يا بنت انت بنت ناس، فوقي لنفسك! ده حتة صايع ارهابي معفن افعصه تحت جسمتي! يا بنت فوقي ايه؟ انت بنت ناس، لا من مستواكي ولا من بيتك ولا من دينك! بس راجل، وانت طبعا ما تعرفش يعني ايه راجل مش كده؟ ده راجل يا روح امك! انا مش قادر افهم انتوا ليه مش قادرين تفهموا يعني ايه نظام. ليه متصورين انكم ممكن تتحدوا النظام؟ مش عارفه اصلا يعني ايه نظام. شكل كده مش عارفه. انا اقول لك نظام يعني حاكم ومحكومين. السلطه والطاعة الحاكم والأمر الحاكم والقرار الحاكم. أما المحكومين بقى مش مطلوب منهم غير حاجتين، السمع والطاعة، لأن هم أصلا مش عارفين مصلحتهم فين. الوحيد اللي يعرف مصلحتهم هو الحاكم. انت عارف يا صابر ان انا خسرت كيلو النهارده؟ ما هو انت السبب في اللي احنا فيه ده؟ ما انت لو كنت ركزتي وانت بتخلفي كنت خلفت لنا عيل كويس، مش عيل معفن زي اللي اسمه ادم ده. مالها خلفه البنات؟ هم حلوين اهو. قول لهم تعالوا يجوا اتعلقوا يتعلقوا. انما الواد الوزير ده مش عايز يجي. بس هجيبه. ده كنت جبت امه. مش هجيبه؟ دي مره مش محترمه يا صبري. عشان ما عرفتيش تربيه. خلاص؟ خلصت كل اللي عندك يا بيه؟
انا بقى عايز اسالك سؤال، ترضى حد يعني في امك اللي بتعمله في ايه ادم؟ لو امي خلفت ادم هجيبها هنا وعلقها. ادخل.
هشام مدكور بعد الوقف. انت بتعمل ايه يا هشام؟ انت مش موقوف؟ حبيب قلبي اسمعني يا هشام كويس. لو متخيل ان انت جبت ادم عبد الحي عشان تصلح غلطتك وما تتوقفش تبقى غلطان. انت هربته وجبته. تعال بقى نخصم ده من ده. هتلاقي نفسك لازم تتوقف هتتوقف. بص يا سيف، انا ولا هممني الوقف ولا هممني الشغل كله ولا هممني حاجه. انا خلاص عرفت وزهقت. زهقت من الظلم والافتراء والوساخه. كرهت النفاق والمحسوبية. مليت من اننا كلنا شغالين زي خلية نحل عشان نخدم فرد واحد ونسين 80 مليون فرد. يا باشا انا ما بقتش تبع النظام ولا هممني جهاز امن الدولة ده كله. انا بس في حاجة محيراني وعايزكوا توضحوها لي. هو مين جاي مع مين؟ هشام اللي جايب ادم ولا ادم اللي جايب هشام؟ طب لو هشام اللي جايب ادم يبقى جايب ادم عشان يصلح غلطته وما يتوقفش. بس هشام لسه دلوقتي قايل ايه؟ انه زهق وقرف من جهاز امن الدوله وعايز يقدم استقالته. لا حاجه تغير. طب لو ادم اللي جايب هشام؟ بس ادم ما عملهاش. ادم اذكى من كده بكتير ولن يتخيل ان وجود هشام مدكور هيقدر يحميه مني. ما انت لازم تفهموني برضه. مين جاي مع مين؟ أنا هو يا باشا بين إيدين سعادتك، واللي أنت عايز تعمله فيا أعمله، بس بالله عليك مشي أمي وإخواتي، مشيهم كلهم، الناس دي ملهاش أي ذنب في أي حاجة، واللي تؤمر بيه سيادتك نفذه، أنا تحت أمرك. بص يا باشا، أنا إرهابي وقتلت وسرقت، أنا أي حاجة حضرتك عايزها، بس وحياة أغلى حاجة عندك مشيهم، ملهمش ذنب في أي حاجة. باشا أنا بصراحة جاي عشان أبوس على جزمتك زي ما حضرتك قلتلي. باشا ممكن اسالك سؤال؟ قول يا كبير. ده الليله ليلتك يا وحش. هو انت مقتنع ان انا ارهابي؟ لا سيف يا حديدي، انت بتتكلم بجد؟ وانا عمري هرجت يا هشام مدكور ولا ايه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ ايه الاجراء اللي هنتخذه دلوقتي؟ ولا اي حاجه. ما عليك، هتروح على بيتك وهتفضل موقوف زي ما انت. وادم عبد الحي بقى ده ضيفي، هيتعلق وهيتنفخ وبعدين يطلع على النيابه، وبعد كده يطلع المحكمه، والمحكمه بقى تحكم معاه. احنا مالناش فيه. باشا هو انتوا ضميركم فين؟ ولا لا مؤاخذه يعني النفوذ والسلطه بينسوا الضمير ويخلوا خلق الله بالنسبه لكم مداس؟ هو لو ادم ده يا باشا كان ابن حد من الوزراء ولا ابن حد من المحاسيب، مش كان زمانه نايم في بيتهم؟ تاخد انا ابن بلدك، ده انا مصري زي زيك، انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انا كنت بدافع عن واحده مصريه، كلب امريكاني كان عايز يغتصبها،
انت ليه محسسني ان انا جاسوس؟ هو بجد يا باشا امريكا بتؤمر وحكومه بلدنا بتركع وتطيع؟ فهمني يا باشا، ولا حتى مستخسرين فينا ان احنا نفهم؟ بالظبط، احسن حاجه انكم ما تفهموش، لان كل ما بتفهموا بيبقى خطر عليكم وبتغلطوا، واحنا بنحبكم ما نحبكوش تغلطوا. لا حنين يا باشا. حنين. بمناسبه بقى الحنيه يا ادم، انا مجهز لك مفاجاه هتشكرني عليها وتعرف قد ايه احنا بنحبكم. ايه يا ابني؟ ابعت لي ام ادم عبد الحي ومراته والبيت المسيحيه. انا فخور بيك يا شام، انا بعرفك من 14 سنه، اول مره تاخد قرار صح في حياتك يا ابني. انت مكانك مش هنا، انت كبيرك محاسب في بنك، تعد فلوس غيرك. وقول الحق ولو على الأبد، ما تخافش من أي حد، ما تططيش لأي حد، ما تخافش غير اللي خلقك، وما تططيش غير اللي خلقك. اكسب نفسك أحسن ما تحاول تكسب الدنيا وتلاقي نفسك في الآخر خسرت الدنيا وتعيش في جحيم زي. خليك فاهم، اعمل الصح وقول الحق ولو على الأقل، ما تخافش من حد، ما تخافش من اللي خلق.